الغربة. آه وآه من الغربة، الغربة قربة مثل ما قالوا من سبقونا. الغربة مشوار طويل لا يعلم خفاياه إلا الله، مشوار يخبئ لنا الكثير. قرار صعب قد يكون للهروب من الظروف التي تتعدد، وقد يكون لغرض تحسين المعيشة، وقد يكون ويكون ويكون الكثير من الاحتمالات في الغربة، ولكن في النهاية هي غربة. سنين ضائعة من العمر، يا مسافر خد بالك الوطن محتاج لك وأولادك منتظرينك. يا متغرب عشان لقمة العيش، المصاعب كتير، طريق مش وردي. في الغربة قصص، في الغربة حكايات، منها الحزين منها السعيد، ومنها الغير متوقع، منها حلم قد يصبح كابوس، ويصبح هذا الغريب وراء القضبان، والمشاكل تتوالى نتيجة ماذا؟ أسئلة كثيرة هنطرحها هنا معاك في الغربة. والوطن والأهل بيستنوا متى يعود ولدي الغريب لحضني. قصص كتير هنعيشها، هنسمعها، وهنكون فيها، وهنسافر لك كمان في غربتك أينما كنت. معاك في الغربة والقصة بقية، وللقصص بقايا وتفاصيل هندخل فيها، ولكن مع أصحاب هذا الفكر وأصحاب هذا البرنامج، مع ضيوفي، ولكن بعد الفاصل. انتظرونا معك في الغربة. سلام الله عليكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أجدد التحية والترحاب بكل متابعينا وكل مشاهدي قناة الصحة والجمال، هذه القناة المتميزة الرائعة بكل محتواها وكل برامجها، وأكيد بفريق العمل اللي دايما بيسعدنا وشرفنا أن هو يكون خلف الكواليس. دايما بوجه التحية والترحاب بعد المشاهدين لكل الزملاء اللي موجودين، لأن أكيد أي عمل جميل، أي عمل محترم بيطلع، أي عمل بيخدم المواطن والناس، هو بيكون وراءه كوكبة من الشغل وكوكبة من الناس العظيمة، فدايما بوجه لهم التحية والترحاب. طبعا بجدد لكم كل الشكر والتقدير على متابعتكم لينا في برنامج معاك في الغربة. برنامج معاك في الغربة برنامج يتعلق بكل شؤون المصريين في الخارج وأيضا في الداخل، من أول ما بيفكروا في السفر لحد ما بيكونوا موجودين هناك، المشاكل اللي بيتعرضوا لها، كل الحاجات اللي ممكن تحصل لهم في غربتهم، وحتى قبل ما يبدأوا أن هم يتغربوا أو بيفكروا في الموضوع أكيد بيكون في أوراق وحاجات تتعلق هذا الموضوع أو بحقيبة السفر. وإن شاء الله هيكون في فقرة جديدة معنا في البرنامج وحنسميها حقيبة المسافر، وحنوضح فيها حاجات كتير اللي تختص بكل شخص بيفكر إن هو يسافر أو يدور على لقمة عيش في مكان خارج وطنه. بجدد التحية ليكم، وأكيد التحية والترحاب لكل أصحاب هذه الفكرة وأصحاب هذا البرنامج، الضيوف اللي مشرفيني النهاردة، سيادة المستشار أحمد بدوي، برحب بحضرتك سيادة المستشار، اهلا بيك وسعيده النهارده. انا سعيده طبعا ان انا هكون موجوده معاكم، ولكن بصفه المذيع طبعا سعداء ان انت انضميت علينا، وربنا يخليك نستفيد من خبرتك الكبيره في المجال. ربنا يخليك، وانا بوجه لحضرتك التحيه، لان فعلا دايما زي ما بيقولوا بالمثل المصري العام، ادي العيش لخبازه. لما يكون الانسان هو مسؤول عن اداره هذا الحوار، وده دوري هنا يعني اللي انا حابه اوضحه. اكيد كل المشاهدين والمتابعين للبرنامج بتاعكم متعودين دايما
وخليني قبل ما اوضح الفكره ديت ارحب بالاستاذه اسماء الصياد رئيس مؤسسه وشركه الوسيط المختصه بالشؤون الاداريه والخدمات القانونيه وكده. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. وانت صاحبه برنامج وضيفه عزيزه يعني متواجده معانا في كل حلقه. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بيكي، وانا سعيده جدا بانضمامك معانا البرنامج. اولا لانك طبعا زي ما قلتي ادي العشق خبازه، حضرتك اعلاميه وليكي باع في مجال المصريين في الخارج، لانك كمان كنت مغتربه زينا وكنت مسافره بره وقضيتي معظم عمرك كله بره مصر، فانا سعيده جدا بانضمامك ان شاء الله للبرنامج. ربنا يخليك. هو شيء جميل فعلا ان احنا لما نكون بنحس بنفس الاحساس وعشناه، مش بنحس فقط بالمصريين في الخارج، هو احنا عشنا هذا يعني الحدث وقعدنا فيه لسنين وفترات طويله، فبنكون حاسين بكل المتصلين وحاسين بكل شخص بيكون عنده مشاكل. وزي ما نوهت طبعا برنامجنا مستمر دايما في نفس الشؤون بتاعته، هو شؤون المصريين في الخارج. كل ما جد جديد فقط ان انا هكون مسؤوله عن اداره هذا الحوار وتلقي طبعا كل المشاكل وتوزيعها بالتساوي على سيادة المستشار أحمد بدوي اللي هيكون متخصص معانا في الشؤون القانونية طبعا. وكل المشاكل اللي هتيجي أكيد طبعا هي فيها استفسارات قانونية، محتاجين حل، محتاجين توصيلها لكل المسؤولين، ده طبعا هيكون دور حضرتك. وأكيد الشؤون الإدارية وكل ما يتعلق بها والخدمات الإدارية هتكون هي طبعا متخصصة فيها الأستاذة أسماء. فقراتنا هتكون تباعا طبعا بعد الترحيب بكل جمهورنا وكل متابعينا، هتكون طبعا عندنا فقرة الأخبار اللي هتكون ثابتة دايما اللي هي الأخبار، كل الأخبار اللي تتعلق بالمصريين في الخارج. بعد ذلك هيكون في فقرة المنشطات، فقرة المنشطات دي هتكون فيها أهم المواضيع أو رؤوس الأقلام اللي هيتحدث فيها ضيوفي وهم الأستاذة أسماء وسيادة المستشار. طبعا هيكون عندهم أهم القضايا اللي تتعلق بيكم، إذا كانت طبعا أحكام قانونية، إذا كانت قضايا مستعجلة، هتكون على رأس أولوياتهم دايما، لأن طبعا إيه هيكون عندنا قضايا مهمة جدا جدا يعني ومستعجلة، دي بيلزم الحديث فيها في البداية على طول. وبعد كده هنتجه لفقرة المداخلات الهاتفية، وهناخد المداخلات الهاتفية، وأنا حاولت بقدر المستطاع أن يكون أكبر وقت يا سيادة المستشار إحنا مخصصينه لفقرة المداخلات الهاتفية طبعا. لأن طبعا برنامجنا قائم على استقبال شكاوى المصريين في الخارج، مش بس كده، وبرنامجنا قايم على ان احنا نحاول نقف معاهم باي طريقه من الطرق. اكيد طبعا لما بنتلقى المشكله بتاعتهم اكيد طبعا بيكون ليها حلول، واحنا بنكون وسيله طبعًا التواصل لي ما بين المسؤول وما بين المواطن المغترب. بصي، هي في نقطه لازم نوضحها. اتفضل. بنوضحها على اساس ان هي تبقى القاعده الثابته زي ما قلنا في الاول خالص. احنا مش بنعمل برنامج ضد حد مع حد. احنا مع مؤسسات الدوله ومع العاملين بالخارج. بالظبط. مع مؤسسات الدولة في دعمها، وان احنا بنوجه بنلفت نظرهم لو في مشكلة معينة، بنسمع صوت الناس دي عشان في الاخر يهمنا جدا ان الناس دي ده جيش من جيوش مصر، عدده كبير جدا. بالعكس سيادة المستشار، كمان انا يعني شايفة ان دورنا احنا بنساعد مؤسسات الدولة في تفهيم المواطنين العاملين في الخارج باجراءاتهم وحل مشاكلهم ازاي. يعني انت حضرتك مثلا لو عندك احكام وعايزة تنفذيها بره، احنا بنقدر نقول لهم تنفذوها ازاي وعن طريق مين عشان ما يروحوش في المكان الغلط، ودي طبعا احنا في حد ذاتها بنساعد بها مؤسسات الدولة. طيب ماشي اوكي. طبعا احنا فضحنا اكيد فقرات البرنامج تباعا، وهكمل مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا وهتلاقونا على طول معاكم. بجدد التحية والترحاب بكل مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي برنامج معاك في الغربة، ومشاهدي برنامج ومشاهدي قناة الصحة والجمال، بجدد التحية والترحاب بحضراتكم. طبعا إن شاء الله بإذن الله هتكون بداية الفقرات مع أهم الأخبار اللي هي متواجدة معانا بخصوص المصريين في الخارج وفي الداخل أيضا. أول خبر معانا، السجناء المصريون بالخارج وبالتحديد السعودية يعدون العدة لتقديم طلبات لتنفيذ العقوبة الخاصة بهم داخل مصر بعد المفاجأة التي
التي فجرها المستشار أحمد بدوي، والتي أكد بأنه من حق السجناء المحكوم عليهم حكم نهائي تقديم هذا الطلب وقضاء عقوبة السجن أو الإعدام داخل مصر. وهيكون معنا طبعا المستشار للتعليق على هذا الخبر. وأيضا للخبر الثاني، تنفرد معاك بالغربة بنشر قرار محكمة جنح أسوان بشأن واقعة النصب على زوجة المهندس علي أبو القاسم، حيث قررت المحكمة بمعاقبة إبراهيم محمد الأمين بالحبس لمدة 6 شهور وغرامة 500 جنيه في واقعة النصب على زوجة المهندس علي أبو القاسم المحبوس بالسعودية والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا، صدر الحكم في 17 ديسمبر. وأيضا من الأخبار اللي موجودة معنا، مصرية بالسعودية تنشر فيديو تؤكد فيه مقتل ابنها طالب الصيدلة. نشرت عفاف محمد عبد المنعم غريب، سيدة مصرية مقيمة بالسعودية، مقطع فيديو تكشف فيه مقتل ابنها إبراهيم محمد الغريب طالب بكلية الصيدلة، أكدت من خلاله مقتل ابنها وليس كما يقولون منتحرا. وأيضا خبر آخر، دشن مصريون بالخليج حملة كبرى على شبكة التواصل الاجتماعي للتضامن مع المهندس علي سالم المهندس المصري الذي تم اعتقاله بدولة قطر بعدما تعرض للاختفاء فترة من الوقت، لم يستطع خلالها مقابلة محامي ناهيك عن الحبس الانفرادي في مكان لا يدخله الشمس. وخبر آخر موجود معنا، وهو انتشار صور وفيديوهات للسجين المصري هاني راغب جندي المتهم بقتل ابن خالته بصورة كبيرة جدا على شبكة التواصل الاجتماعي بعد نشر برنامج معاك في الغربة لفيديو تقديم كفنه عبر اليوتيوب، ما بين مؤيدين لإعدامه وبين من يروج من يرجو خالته للعفو عنه مقابل دفع الفدية. وأيضا بعد عام من تدشين المبادرة الثلاثية إحياء الجذور، التقى شباب مصر والقبرص واليونان في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم كما شاهدناه، حيث استهلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقاءها بالوفد القبرصي المشارك في منتدى الشباب، والذي شارك من خلاله المفوض الرئاسي القبرصي في مائدة مستديرة وتحدث عن جذور التعاون الأمني بين دول منطقة البحر المتوسط. وأيضا خبر آخر، المصري وبحضور الدكتور أحمد الشريف رئيس لجنة المصريين بالخارج لحزب المؤتمر وعدد من الشخصيات العامة أبناء الجالية المصرية بالرياض في جمع ساده الود والمحبة والألفة والأخاء بين أبناء الوطن الواحد، دعينا المولى عز وجل أن يحفظ لنا مصر الحبيبة في ظل قيادتها الرشيدة سيادة الزعيم أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا فيديو وزيرة الهجرة لإكسترا نيوز، الدولة لديها فكر جديد وتقف مع مواطنيها بالخارج، ومبادرة هيا بنا نصلي تؤكد احترام مصر للأديان وتكشف تفاصيل مبادرة التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. هذه أهم وأبرز الأخبار اللي هتكون موجودة معنا، وطبعا الأخبار دي هتتجدد تباعا في فقرة الأخبار اللي هتكون دايما موجودة معنا، وفي بداية حلقتنا دايما هنذكر لكم أهم الأخبار المتعلقة بالمصريين بالخارج. سيادة المستشار، أكيد حضرتك عندك بعض التعليقات وخصوصا الخبر الأول وهو سجناء المصريين بالخارج وبالتحديد في السعودية، ممكن أخد من حضرتك تعليق بسيط؟ تمام. وطبعا مش المصريين بس اللي في السعودية، هم حتى المواطنين السعوديين هنا لما بتحكم عليهم بيروحوا ينفذوا العقوبة في المملكة العربية السعودية. طبعا. وده كان قبل التفعيل بتاع اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، كان سمو الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه كان وقع اتفاقية مع مصر في 2008 لأن ما كانتش الاتفاقية مفعلة، وبناء عليه كل المحبوس أو محكوم عليه بحكم نهائي داخل مصر من المواطنين السعوديين تم تسفيره لتنفيذ العقوبة داخل المملكة العربية السعودية. مفاد اتفاقية التعاون إن أي مواطن تابع لدولة جوه الاتفاقية يملك الحق في طلب تنفيذ الحكم داخل موطنه طالما موطنه موقع على الاتفاقية. ودولة الحكم أصدرت حكم نهائي وما يكونش أقل من 6 شهور وموافقة على التنفيذ.
تمام اوكي بالزبط. ده تعليق حضرتك على الخبر. طيب الخبر الثاني اللي هي تنفرد برنامج معاك في الغربه، وده برنامج حضراتكم طبعا قائمين عليه، بنشر قرار محكمه جناح اسوان. اكيد استاذه اسماء بما ان حضرتك يعني متوليه هذه القضيه منذ البدايه، وانا اعلم علم اليقين اهميه قضيه علي ابو القاسم، يعني تعليق حضرتك على الخبر او وقعه النصب دوت، وهسال حضرتك اكيد في فقره منشطات ايه اخر ما توصلت اليه القضيه، بس ممكن حضرتك تعلقين على الخبر ده فقط. الخبر صحيح وبالظبط كده فعلا، وتم الحكم عليه وبعد احالته للمحكمه، والحمد لله رب العالمين، لان ده كان من مصادر القلق والخوف بالنسبه للمدام. هو ما زال هارب، بس هو ما زال هارب، هو ما زال هارب، اتحكم عليه بست شهور و500 جنيه غرامه. بس هو طبعا ده انتصار للابتزاز هو قام بيه ونصب على السيده اسماء زوجة المهندس علي ابو القاسم المحكوم عليه. تمام اوكي. طيب ممكن ابتسام تمام، ان شاء الله ابتسام تكون موجوده معانا في احد الحلقات، لان فعلا حضرتك بما ان حضرتك يعني متوليه القضيه منذ البدايه، واكيد نتمنى ان زوجة المهندس تكون موجوده معانا في حلقه، لان اكيد في تفاصيل كتير ما زالت مخبأه في هذه القضيه انت تعلميها، فنتمنى اكيد الحديث عنها. سياده المستشار، تعليق حضرتك على فيديو اللي هو اللي اتنشر بخصوص مقتل مواطنه مصريه بالسعوديه. لا، وهي مواطنه وبتقول ان ابنها الله يرحمه ربي يغفر له ويسامحه تم قتله، مش انتحر. بالظبط. واحنا طبعا في تواصل كده من خلال حد، وانا اثق تماما وكلنا نثق في النيابه العامه المصريه ان لو اجرت تحقيق في الموضوع هتوصل للحقيقه، هل هو انتحر او فعلا تم قتله واجباره على وهنتابع القضيه دي، يعني موجوده في مكتب حضرتك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، وكوني طبعا متابعه معنا الاجراءات الاداريه. طيب، وتدشين المصريين بالخليج حمله كبرى على شبكه التواصل الاجتماعي للتواصل او للتضامن مع المهندس علي، ايه فحوى هذا الموضوع؟ المهندس علي محكوم محبوس تقريبا رهن تحقيقات في دوله قطر اللي بتتحدث دايما تقريبا على الحريات وانتهاك الحقوق ومش عارف ايه وايه وايه وايه، والراجل ده النهارده بقى له كذا سنه ما حدش اصلا لا بيعرف يشوفه ولا محامي اتمكن ان هو يخش له، وحاولنا نتواصل مع اهله للاسف رفضوا ان احنا نتدخل في اي حاجه. تمام. ده برضو انا بحب اقوله. تمام. بس هم عاجبهم الوضع كده، هم قاعدين في دوله معاديه لمصر وربنا بقى ينصر. طيب تعليق حضرتك على ايضا يعني المبادرات اللي بتعملها وزيره الهجره اللي بنقدم لها اكيد كل التحيه والشكر والتقدير، وكل جهاتنا طبعا معلش انا اسف السياديه طبعا يعني. مع كل احترام لكل المصريين الموجودين في قطر على راسي من فوق، كلهم اخواتنا وحبايبنا وكل حاجه، طبعا بس انا بتكلم على وضع معين يعني، وضع هم رفضوا اي حد يساعدهم، لكن اي مصري في قطر طبعا احنا اخواته اكيد، واي مصري موجود في اي دوله بعيدا دول اخواتنا بعيدا عن الدوله هو على راسنا من فوق، وطبعا طبعًا لو طلب مننا اي خدمه هنعملها، دي لقمه عيش يا فندم. بس الناس دي على راسي من فوق. في ناس طبعًا. في ناس مصريات ومن مصريين متجوزين من قطريات، وفي ناس عايشه من زمان هناك، و احنا بنتكلم على الدوله كدوله، اي حد بيعادي مصر احنا اكيد ضده يعني. اكيد طبعا. تعليق حضرتك على وزيره الهجره وهذه التصريحات الاخيره، طبعا بنوجه لها كل التحيه والتقدير، بتقوم بمجهود كويس، وكل جهاتنا السيادية طبعا، وزي ما قلنا وزي ما تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احنا كلنا في مركب واحدة، واحنا كلنا لازم ندافع عن بلدنا، ولازم كلنا نقف مع مؤسسات دولتنا وجهاتنا السيادية، لان احنا بالزبط. كلنا بنكمل بعض. تعليق حضرتك على الشغل الجميل اللي قايمة بيه الوزيرة. اكيد مبادرة جميلة جدا جدا، وانا احييها دايما، لانها دا بتهتم بشؤون المصرف الخارج، وبتهتم ان هي تعمل مبادرات ومؤتمرات وملتقيات ومعسكرات من شأنها ان هي تلم شمل المصريين في الخارج وتربطهم بالوطن الام، ودي حاجه جميله جدا جدا. وبالمناسبه انا بشكرها جدا على الفكره الجميله، فكره معسكر الجيل الرابع والخامس اللي هي يعني معالي الوزيره اعلنت عنها بالنسبه للاطفال ابناء الجيل الرابع والخامس المصريين المقيمين في اليونان. تمام اوكي. تمام ده تمام. معسكر اعلنت عنه معالي الوزيره، وانا يعني وهيكون طبعا التفاصيل موجوده معانا. بمناسبه كده انا بحب ان انا اوجه دعوه لاصدقائنا والمصريين في الخارج المقيمين في دوله اليونان ان هم يعني يشاركوا في المعسكر لابنائهم اللي هم بيبداوا من سن 10 سنين ل 18 سنه. تمام. طبقا للسن اللي المعالي الوزير اعلنت عنه. تمام اوكي. طبعا انا عارفه ان حضراتكم عندكم تعليق كتير طبعا الاستاذه اسماء وسياده المستشار، بس معلش احنا بنحاول نكون منظمين اكتر 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 بقدر الامكان، وتكون فقرات برنامجنا يعني منظمه بقدر المستطاع، عشان برضك ندي فرصه للمداخلات الهاتفيه، لان زي ما قلنا المشاكل كتير جدا 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 لكل المصريين في الخارج، فبنحاول نسمع لهم. طبعا بعد فقره الاخبار هيكون عندنا فقره المنشطات اللي هي فيها اهم القضايا. نبدا مع سيادتك يا سياده المستشار، ايه ابرز القضايا اللي هنتناولها النهارده في حلقتنا؟ طبعا عندنا قضيه على المحك، يعني قضيه العم بليغ.
تمام. دي طبعا استاذة اسماء تشرح لنا ايه اللي دار فيها الاسبوع اللي فات، لان كان العم بليغ عنده جلسه النهارده. تمام جلسته. بس ومن خلال الكلام في الموضوع ده انا بحب اشكر طبعا وزاره الخارجيه بكل الادارات اللي تعاونت مع استاذه اسماء وحاولت توفر مجهود. يعني كانت استاذه اسماء عايزه تسافر عشان تودي الورق، هم الناس بالفعل يعني ساعدوها كتير جدا، وبنوجه لهم الشكر من خلال البرنامج. انا مش ضد اي مؤسسه من مؤسسات الدوله. تمام. بالعكس، لكن احنا بنعبر عن يعني ايه احنا حلقه وصل يا سياده المستشار. لا لا، مش حلقه وصل بس، ده انا بقوم بدور بالتوازي مع مؤسسات الدوله عشان لا يستقطب المصري اللي عنده مشكله بره. فعلا حضرتك عارفه كويس جدا ان مثلا فيديو اول لما نزل فيديو على ابو القاسم، احدى القنوات اللي مستحيل هنقول اسمها عشان المكان مضيف، استغلت تمام خدت الفيديو وابتدت تنزله وابتدت تسيء لمصر بيه. عشان كده احنا اعلمنا يعني بالعكس، يعني مؤسسات الدوله المصريه اكتر حد وقف في قضيه المهندس علاء والقاسم، وعلى راسها معالي النائب العام ووزيره الخارجيه. النائب العام فعلا. وقبل كل ده معالي وزيره الهجره. طبعا طبعا طبعا، لان هي حضرتك لما رحت لها كان في تحرك كبير جدا، اول ما بنخبط على باب اي مسؤول بيكون في تحرك كبير جدا. فاكيد تحيه كبيره لكل مؤسسات الدوله. انا مش عايز بس اخص حد، يعني مش عايز اذكر سياده النائب واذكر الوزيره عشان بس ما انساش حد واخف دور حد، بس انا دايما بقول كل الشكر والتقدير لكل مؤسسات دولتنا اللي دايما بتستمع لنا، واتمنى يكونوا هم في متابعه دائما لبرنامج معاك في الغربه، لان احنا بنحاول نلم لهم اكبر قدر من المشكلات ونطرحها عشان هم يكونوا برضك في تواصل معانا. وهتكون في مداخلات اكيد للعديد من المسؤولين طبعا بما يسمح وقتهم، عشان برضك يكونوا في الاستماع لكل المشاكل. اتفضل. ان لو حضرتك تفتكري المتهم الحقيقي في قضيه علاء ابو القاسم مش علاء ابو القاسم، ده المجموعه اللي اوشب على ابو القاسم. على ابو القاسم. والتفاصيل ده احنا يعني انا في تفاصيل كتير كنت عايزه اسمعها من الاستاذه اسماء، بس انا عايزه اعرف اهم المواضيع اللي عند حضرتك. اللي عندنا؟ لا عندي كتير. طيب اهم على راسها اللي احنا هنتناولها في الحلقه دي. عندنا النهارده عم بليغ. تمام. عندنا موضوع الشباب اللي في لبنان، اللي المفروض ان السفاره مشكوره بتقوم بان هي بتخلص لهم اجراءات الخروج النهائي، لان احنا عارفين ان دوله يعني لبنان تعرض لتوتر سياسي. تمام. بس فهم بقى لهم حوالي 3 شهور بيحاولوا ان هم يخرجوا نهائي عشان ما تتراكمش عليهم الديون هناك. تمام. فطبعا كل الشكر للقنصل وائل السيسي. تمام. وطبعا هم عاملين يعني حاجه جميله جدا مع المستشار عادل يوسف. صح بالظبط. بس ان هو يفضل قاعد، فبنطالبه يعني بكل الحب يعني، واللي انت لاقيه من المجموعه اللي انت وقفت معاها هناك تساعدهم في ان هم يخرجوا بسرعه قبل ما تراكم عليهم ديون ويبقوا مديونين ومش هنعرف نخرجه. تمام. المشكله دي اكيد فيها تفاصيل كتير. طيب ممكن نقدر نتناول القضيتين دول. طيب استاذه اسماء، عند حضرتك ايه النهارده في المنشطات اهم القضايا اللي هنتناولها النهارده في حلقتنا؟ هو زي ما سياده المستشار قال لك، احنا عندنا قضايا كتير وموضوعات كتير ومحتاجين وقت كبير عشان نطرح، بس بقدر المستطاع هنقدر نختصر ونقول ان احنا مبدئيا هنتكلم على مشكله الصيادين المصريين العاملين في دوله اليونان. تمام. وطبعا في مشكله كبيره طبعا هم بيواجهوها مع سمسره عقود العمل لدولة اليونان، وفي عندنا مشكلة تانية طبعا بخصوص مشكلة المشروعات الصغيرة بالنسبة للمصريين العاملين في دولة الكويت أو المسافرين بعقود عمل لدولة الكويت على عقود العمل أو المشروعات الصغيرة. تمام. وفي طبعا هنتكلم عن الأوراق المطلوبة لتحويل معاش الإيكا اليونانية لدولة مصر، الإجراءات اللي ممكن يتم عملها ومتابعتها عن طريق السلطات المصرية أو وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. طيب اوكي، احنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده عن قضيه العم بليغ، هنحاول بقدر الامكان نخوض في اكبر قدر من التفاصيل فيها. وزي ما قلنا سياده المستشار قال هيكون عندنا الشباب في موضوع الشباب بلبنان، واكيد الصيادين المصريين في دوله اليونان، وايضا النصب باسم المشروعات الصغيره للمصريين في الكويت. اي حضراتكم عندكم اي اضافه ثانيه؟ اتفضل. طيب اتفضل. احنا كان عندنا الاستاذ مع المستشار صحبان اللي كان مفوض. تمام. ببحث عن الشباب المفقودين في دولة سوريا أو الحدود السورية. 13 أو 14 لنا إن الحمد لله رب العالمين فيش أي حد فيهم دخل في كشوف الوفيات. الحمد لله. 2007 لحد 2019. الحمد لله. فإحنا كده بندور في مرحلة تانية وطالب بيانات وابتدينا نجهزها على أساس إن إحنا نبعتها لهم. مصلحة السجون. عندنا قضية برضو مهمة جدا. اتفضل. قضية عطية الشحات. احنا ما نسيناهاش ولا انفصلنا عنها تماما. اكيد طبعا. ولكن هي الفكره كلها ان طبعا كلنا عارفين ان احنا داخلين على اجازه اللي هو السنة العام الجديد الميلادي، وطبعا كل سنة وكل اخواتنا المسيحيين بألف خير. بس طبعا احنا زي ما وعدنا ان شاء الله
زي ما وعدنا الاستاذ عطيه واسرته هناك ان شاء الله احنا معاه، وانا وسياده المستشاره هنسافر ان شاء الله ونحضر الجلسه باذن الله. والجلسه طبعا عشان الجلسه تتحدد لازم هتبقى بعد اجازه العوده. بالظبط. خليني بس سياده المستشار بما ان حضرتك ذكرت قصه السفر اشير لشيء مهم، لان انا بس في بدايه التقرير اللي كتبته او المقدمه اللي ذكرتها، ان انا لما قلت احنا القصص هنعيش فيها وهنسمعها وهنكون فيها وهنسافر لك في غربتك، ليس هذا بمجرد كلام مرسل او ليس هذا بمجرد كلام لغرض التوضيح عن فكرة البرنامج، وإنما فعلا سيادة المستشار والأستاذة أسماء كان لهم زيارة متطوعين مشكورين للسفر لدولة لبنان لمتابعة برضك قضية ما كانوا فيها، وأنا كنت على تواصل معاكم، لكن هو كان قبل انضمامي للبرنامج بصفتي كمذيعة ومديرة لهذا الحوار فقط، يعني كنت بتابع معاكم دايما قد إيه أنتوا يعني المتاعب الشاقة اللي أنتوا بتتعرضوا لها خلال رحلتكم للسفر مثلا لمتابعة قضية هذا المواطن المصري بالخارج. يا ريت أخد برس من حضرتك تعليق مختصر عن سفركم، وأيضا للأستاذة أسماء معلش، لأن ده مهم جدا لتوضيحه لكل الناس. سفرنا احنا حسينا ان هو اقل حاجه ممكن نعملها مع الناس دي، الناس دي قمه الاحترام والادب والاخلاق، بس ومش هم بس، كل اخواتنا اللي بره، ولو قدرنا نسافر لاي حد هنفيده وهنسافر له، بس في اماكن مش هينفع نسافر فيها، لكن بنبقى معاه بنكتب له بنشور عليه بنقول له اعمل ايه بنتابع. تمام. تعليق حضرتك كده، تعليق سريع من حضرتك على السفر يا استاذه اسماء. طبعا احنا يعني قبل اي حاجه احنا تابعنا القضيه وقرينا التقرير الظني وعرفنا وتاكدنا ان الشاب ده بريء، وطبعا التهمه الموجهه اليه ما فيش اي دليل مادي ضده يثبت ان هو اللي عمل التهمه الموجهه اليه، لذلك احنا سافرنا برغم المشاكل الموجوده في لبنان والمظاهرات اللي احنا واجهتنا في الشوارع كانت مقفوله والطرق كانت مقفله، ولكن احنا صح، لان اعتقد يعني في فتره سفركم دي كان هي في فتره توتر في دوله لبنان، هذه الدوله الشقيقه والعزيزه، واخواتنا وبنتمنى لهم كل التوفيق وربنا يحفظ لبنان وكل وطننا العربي يا رب وربنا يحفظ. بس انا عايزه اقول لك ان احنا برغم كل ده الحمد لله قدرنا نوصل لهيئه التحقيق القضائي هناك في المحكمه، وقابلنا معالي المستشار رئيس الهيئه الاتهاميه المفروض ان هو بيدي القرار باحالته للمحكمه، والحمد لله قدرنا نزور عطيه في محبسه، والحمد لله قدرنا نجمع معلومات. طبعا ده انجاز كبير يحسب طبعا لحضراتكم. وقابلنا معالي القنصل وائل السيسي وقدرنا بصراحه يعني يسهل علينا اجراءات كتير. كل التحيه طبعا اكيد لسفارتنا في الخارج، لان ليها سفارتنا المصريه في الخارج ليها دور كبير جدا، واتمنى واناشد كل المسؤولين خارج مصر في سفارتنا ان هم يكونوا في تتبع دائم لينا، لان اكيد كل المشاكل اللي بتتعلق للمصريين في الخارج احنا طبعا لازم يكون في لينك او لازم يكون في تواصل مع برنامج معاك للغربه في السفارات بره، لان احنا محتاجين منهم وقفه. بس هنا في نقطه مهمه جدا، حابين نلم بس الفقره دي. لا نلمها ان شاء الله. طيب بس في نقطه مهمه جدا، ان احيانا انا بروح السفاره بس بطلب بالسفاره طلب مش في ايديها. اكيد فاهماني، دي المشكله اللي بتحصل. احنا بنحاول نوضح ايه اللي تقدر تعمله السفاره وايه اللي ما تقدرش تعمله. حضرتك يعني حطيت ايدك على حاجه مهمه جدا مهمة. جدا احنا قلناها من اول نفسنا نتكلم فيها، قلناها من اول حلقه بالزبط. قلنا انت بتروح للسفاره تقول لها عايز محامي، السفاره مالها؟ السفاره تتابع حضرتك. تتابع حضرتك. انا بعتذر بس للمقاطعه على تحضر معاك المتابعه. اتفضل. انا بعتذر جدا للمقاطعه بس عشان انا وظيفتي هنا تنظيم هذه الجلسه. انا حابه انوه بس ان فقره المداخلات احنا خصصناها للتقسيمه الجديده في فقرات البرنامج عشان اخد اكبر قدر من الاتصال، هيكون في فقره مداخلات هنبدا فيها حالا باذن الله زي ما اشار لي معد هذا البرنامج، هناخدها كل مداخلاتكم على بعض وهنسجل، وهيبدا الرد على هذه المداخلات والقضايا وفحوى هذه المداخلات بعد ما خلص القدر اللي انا اخدته من المداخلات، هيبدا سياده المستشار بالرد وايضا الاستاذه اسماء. تمام كده. طيب مش معانا السيده ام خالد، احد احد يعني ام احد ابنائنا اللي مفقودين في سوريا. السلام عليكم ام خالد، اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته، ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي مع حضرتك. مستشار ازيك يا مدام؟ الحمد لله رب، ربنا يخليكي. هم في الاستماع ليكي، احنا مش هنقطعك، اتمنى بس بانجاز عشان في قدر كبير من الاتصالات. احكي مشكلتك واحنا في الاستماع ليكي. حضرتك انا ابني مسافر سوريا من 6 سنين لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش طريقه، وتواصلنا مع مدام اسماء وسبت مستشار متشكرين طبعا لهم وجميلهم على راسنا، بس احنا لغايه دلوقتي من 6 سنين واحنا ما نعرفش حاجه عن ابني، وبنناشد اي مسؤوله واي حد يوصلنا لابني.
ما حدش وصلنا لغايه دلوقتي. ان شاء الله ام خالد باذن الله ان شاء الله نطمنك عليه قريب. احنا وصلنا لاول مرحله ان الحمد لله رب العالمين ما فيهمش حد في كشوف الوفيات، وانت اختنا الكبيره وعلى راسي من فوق احنا كلنا خدامينك، وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هنطمنك باذن الله ان شاء الله. ربنا يسرها معاك. والله العظيم ام محمد ورشه تعبانه في العنايه ومنعناها الزياره من 10 ايام. الف سلام عليها. والله كلكم اخواتنا الكبار، مش عايز اكبركم واقول لك انا بتعامل معاكم على انهم امهاتنا يعني. ربنا بس ان شاء الله باذن الله نطمنكم في اقرب وقت ونفرح مع بعض باذن الله ان شاء الله. اللهم امين يا رب. طيب ام خالد حابه تضيفي اي اضافه يعني ثانيه؟ عايزه بس نشد المسؤولين يرجعوا لنا اتفضلي. والمصحف هو احنا نضحك علينا، هم كانوا قال لنا هناخد طيران من مصر للبنان وهو ضحك علينا ووداهم تركيا وخدهم تهريب من الجبل وبهدلنا بقى لنا 6 سنين ما حدش عمل لنا حاجه. طيب ماشي حاضر، من عينيا الاثنين خلاص. القضيه كلها موجوده دلوقتي عند سياده المستشار وعند الاستاذه اسماء، واحنا بنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه والف مليون سلامه للسيده اللي هي احد ام احد الابناء المفقودين، لان هي في العنايه المركزه. يا رب يكون صوت ام خالد وصل لكل المسؤولين. اولادنا بقى لهم 6 سنين في سوريا وهم مفقودين. شكرا ام خالد. ممكن اتصال اخر معانا ولا؟ طيب ماشي اوكي. طبعا زي ما شفنا قضيه ام خالد، بس فتحنا موضوع لبنان. انا كنت عايزه ارجع، ما وجهناش الشكر لحد مهم قوي. اتفضل. مع النقيب ملحم زين، نقيب محامين بيروت. تمام. ده قابلنا مقابله كويسه جدا واعتقد بيتابع لحد دلوقتي. بنشكر كمان استاذه هوده صليب اللي هي صحفيه المكتب الاعلامي بتاع جريده العدل. تمام. الناس دي بتتواصل معانا، بتبلغنا ايه القضيه فين، راحت فين، جت منين، يمكن واحد حد مننا بس حقيقي. فلازم كل الشكر والتقدير ليهم طبعا. باكد على كلام سياده المستشار والاستاذه اسماء، كل التحيه وكل الشكر والتقدير لكل طبعا اي حد يقف معانا، وخصوصا زي ما نوهت ان بتمنى كل المصريين العاملين في الخارج يكونوا في متابعه لبرنامجنا، وانا عارفه ان هم في متابعه لان هذا البرنامج يهتم بشؤونهم هم بالتحديد، ودايما على هذه الطاوله ما فيش غير مشاكلكم وهمومكم، وبقدر المستطاع نحاول ان احنا نوصل ل حل ليها. معانا الاستاذه هند من المحله، اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذ اسماء؟ اهلا وسهلا استاذه هند. انا هند مدام خالد احمد الزيادي من المحله، اللي جوزي كان مسافر من 8 سنين، بكره ان شاء الله 2012 بقاله بالظبط 8 سنين كان مسافر لبنان عن طريق سوريا ومفقود من يومين. تمام. اي تفاصيل النهارده؟ مفيش اي معلومات عنه. ان شاء الله قريب بنطمنكم يا استاذه هند باذن الله ان شاء الله. احنا وصلنا لاهم مرحله اللي انا كنت خايف منها بصراحه، ان احنا لو قدر الله نلقى اي حد فيهم جرى له حاجه. بعد اذن حضرتك بنتو بس عايزه اتكلم حضرتك كده. اتفضلي يا فندم. اتفضلي احنا في الاستماع ليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا استاذه اسماء؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا حبيبتي قلبي. انا هنا خالد احمد الزيادي. بابا كان مسافر من وانا عندي سنتين، وبقى عندي 10 سنين ما اعرفش عنه حاجه من يوميه، ماشي من بقاله 8 سنين من يومها ما اعرفش عنه حاجه، نفسي اشوفه ونفسي اقول يا بابا وحشني قوي. كان مسافر لبنان عن طريق سوري واتمسك في حدود سوري، ما نعرفش عنه حاجه من يوميه. بابا نفسي اشوفه. ان شاء الله بابا بخير يا حبيبتي. ان شاء الله بابا بخير، ما تقلقيش. احنا بنناشد يا حبيبتي جاي، وان شاء الله باذن الله هيجي قريب جدا. احنا بنناشد كل السلطات، كل الناس المسؤوله، والقضيه موجوده، ما تقلقيش يا حبيبه قلبي. ان شاء الله بابا بخير وهيرجع في اقرب فرصه باذن الله، هو وكل اصدقائه اللي معاه. يا رب. يا ريت يا ريت. وهنجيلك هنجيلك نقعد معاكي ونوريكي صوره بابا ان شاء الله ونطمنك يا امون. ماشي حبيبتي؟ ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استاذه هند لو عندك اي اضافه. نفسي اشوفه، نفسي ترجعوا لي ان شاء الله باذن الله. ربنا اللي هيرجعه بالف سلامه باذن الله، واحنا كلنا تحت امرك يا امون. انا بناشد معالي النائب العام التعاون الدولي برجاء متابعه هذا الملف، برجاء التواصل مع مصلحه السجون هناك في سوريا، برجاء البحث عن هؤلاء الشباب، عددهم لا يقل الى الان الى 16 شاب هجره غير شرعيه. هم ما كانوش عارفين ان هم هجره غير شرعيه. انا باكد على هم ما كانوش عارفين. ما هم ما كانوش عارفين هم اتقبض عليهم عشان هجره غير شرعيه. هم ما كانوش عارفين. هم اتلعب بيهم من سمسره الموت.
تمام. نشكر الأستاذة هند الأول وبنتها، وبنطمنهم إن شاء الله يعني زوجها وأبو بنتها إن شاء الله يرجع بألف سلامة يا رب، هو وكل المصريين الموجودين معاه. وأنا بأكد على كلامكم، إحنا بنناشد سيادة النائب العام كل من له مسؤولية ويقدر يساعدنا في هذه القضية، بنناشد الجهات المسؤولة رجاء رجاء الاهتمام بهذا الملف. هم حضرتك عندك تفاصيل بتقولي إن هم ما كانوش يعرفوا إن هم هجرة غير شرعية، ممكن لو تدينا تفاصيل أكتر يا أستاذة أسماء عن هذه القضية؟ هو في حضرتك في منهم ناس كانوا يعني أول مرة يسافروا، والمفروض إن كان جاي لهم عقد عمل، وقالوا لهم إحنا هنروح تركيا الأول ومن تركيا للبنان، وطبعا هم ما كانوش يعرفوا إن هم هجرة غير شرعية، ما كانوش عارفين، فعدوهم من على الجبل. هم الناس اكتشفت إن هم راحوا لغاية تركيا طيران، ومن تركيا دخلوهم لسوريا عشان يروحوا لبنان، ما تعرفيش إزاي، واتقبض عليهم في الجبل هناك عن طريق السلطات السورية، ومن هناك اترحلوا على مصلحة الجوازات والهجرة السورية، ومن مصلحة جوازات الهجرة السورية راحوا لسجن اسمه سجن معتقل أو سجن اسمه سجن فرع فلسطين. تمام. دي آخر حاجة أهليهم عرفوها عنهم، بعد كده ما قدروش يوصلوا لأي معلومة عنهم. طيب سيادة المستشار، حضرتكم لما تولتوا هذه القضية في المكتب، إيه الإجراءات اللي بدأتوا فيها؟ نشدتوا مين؟ توجهتوا فين؟ إحنا كان ممكن إن إحنا نعمل برضو مناشدات ونقعد 10 سنين ما نوصلش لحاجة. تمام. إحنا اخترنا الطريق السهل. يعني أستاذة أسماء قدمت طلب للنائب العام وابتدت تاخد الإجراءات الرسمية. الإجراءات الإدارية الرسمية. وتطوع مشكورا مع المستشار صحبان، ده سوري ومقيم الآن في دمشق. تمام. تطوع أن هو هياخد معنا الإجراء الخاص بالبحث عنهم داخل كل الأماكن أو المرافق في سوريا. بس وخد التوكيل بالفعل وابتدى يكشف أول كشف، على أساس كنا لازم نتأكد. ما انا مش هبحث عن حد لا قدر الله ممكن يكون متوفى وانا دايما بحث عن نفسي. دايما بنروح اول حاجه بالزبط. اول حاجه يعني ثبتنا ان الحمد لله رب العالمين كلهم عايشين، لانه لما مشينا على المعلومه بتاعت انهم موجود في سجن كذا للاسف ما لقيناهاش، فقال لي لا هنبتدي نمشي بالتوكيل الرسمي. فابتدى يبحث في الكشوف دي من بكره باذن الله او من يوم الاحد هيبتدي يبحث في الكشوف الخاصه بمصالح السجون على اساس يشوفهم لو كل واحد موجود عليه قضيه ايه، لان احنا من الاول قلنا في بعض القضايا مش هندخل فيها. تمام. بمعنى ان لو لا قدر الله حد فيهم اتجرف لطريق معين او محطوط في خانه اللي هو بيعادي بيها دوله سوريا، اللي بيعادي بيها دوله مصر. أكيد. فاحنا بنقول هو موجود في المكان الفلاني وموضوعه كذا واحنا اسفين ما بنقدرش نكمل الموضوع. تمام. ولكن في الاول نطمنهم يعني لازم بس برضك عليك. التحري مهم جدا، لان احنا محتاجين نعرف هل الشباب دول هل هم يعني كانوا يعلموا ان هم هجره غير شرعيه او لم يعلموا، يعني النقطه دي برضك فيصليه ومهمه جدا. ما فيصليه بس حضرتك عارفه الوضع في سوريا عامل ازاي. بس انا ليا تعليق حد بس معين بس استاذه يعني. معلش اتفضل. تمام. يعني احنا عندنا حد يعتبر اخويا يعني المهندس فهد الرداوي. المهندس فهد الرداوي تقريبا عزيناه 3 مرات السنه اللي فاتت، كل مره بنعزيه لان حد من قرايبه مقتول بسبب فئه وجماعه تانية غير الاولانيه. تمام. هو في سوريا بتتقتل يعني مش شرط تكون مسلم او مسيحي او بتاع، ده في 400,000 حد شغال في سوريا، تمام، كلها جماعات ارهابيه هدفها تهد سوريا. تمام اوكي. تعليق حضرتك اتفضلي. انا تعليقي بس الفكره ان الشباب دول رايحين هجره غير شرعيه، طبعا حضرتك عارفه ان في ناس راحت حتى لو هم يعلموا او لا يعلموا الفكره نفسها ان هم اتقبض عليهم لانهم بيهاجروا بشكل غير شرعي. في الحاله دي بيتم ترحيلهم لبلدهم. تمام. يعني حتى لو حضرتك يعني هيتم حبسهم والتحقيق معاهم في النهايه هيترحلوا لبلدهم. الشباب دول اللي بقى له 8 سنين واللي بقى له 9 سنين واللي بقى له 6 سنين الى الان ما نعرفش هم فين. طيب ممكن انا هرجع لحضرتك في نفس النقطه بس اخد المداخله معانا. معانا مروه من الغربيه، اهلا وسهلا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، في الاستماع ليكي اتفضلي. لو سمحتي انا ليا مداخله بس عشان انا اخويا موجود في السجون السوريه عند في سوريا بقاله 8 سنين اسمه خالد المهدي محمد بركات، واتكلمنا الخارجيه كتير واحنا عاملين بالفعل توكيل مع الاستاذه اسماء والمستشار، بس دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه اخر التطورات اللي حضرتك وصلت لها والدنيا فيها ايه، لان جالنا مره ان هو موجود في الخارجيه، ومره جالنا ان هو موجود في سجن فلسطين، ومره جالنا ان هو موجود في سجن القوات الجويه وبينقلوهم من مكان لمكان. احنا بندور عليهم لان الخارجيه اتكلمنا اكتر من مره يقولوا ايه هم ما بيردوش علينا، هم ما بيردوش علينا، فاحنا عايزين نعرف الناس دي
هتساعدنا ولا هنعمل ايه، والشباب دول حكم مصيرهم ايه في اللي احنا فيه ده؟ لان احنا تعبنا، احنا تعبنا فعلا، احنا بقالنا 8 سنين بندور على اخويا ما احناش لاقيينه، وعمالين وهو فعلا متواجد، وناس كتير قالت لنا ان هو حي، وفي ناس الكشوف بتاعه الميتين دوروا لنا فيها قالوا هو مش موجود في كشوف الميتين. طيب فين الناس دي؟ طب هو محكوم عليهم بايه؟ ده ناس خرجت تاكل عيش واتضحك عليهم، انتوا هتسافروا عن طريق تركيا وفجاه ايه اللي وداكم سوريا؟ قال لك الراجل ضحك علينا وودانا عن طريق سوريا واتمسكوا هناك، واللي بيبقى حلقه ما هو عليه بقى لنا 8 سنين مش عارفين اخويا فين، وغير الشباب كان معاه سبعه، يعني اخويا ومعاه سبع شباب تانيين. احنا تعبنا بجد والله تعبنا، والدتي اتعمت اقسم بالله اتعمت. الف مليون سلامه عليها، واحنا قلبنا معاكم بصراحه وحاسين بيكم جدا جدا جدا. بس حاجه معلش سياده المستشار عايز بس يكلمك يا استاذه مروه، مننا اي اخبار في الموضوع ده؟ نعم انت وصلك مننا احنا اي اخبار في الموضوع ده؟ وصل ان حضرتك شفت على الصفحه، شفت على الصفحه ان بداوا يدوروا في الكشوف، وان ان شاء الله الحمد لله الحمد لله ولك الحمد ان هم مش موجودين في الوفيات. ويعني انا طيب. انا بناشد الدوله وبناشد الدوله. بص يا استاذه مروه، بص يا استاذه مروه، ممكن بس انا ما اقدرش ارد على حضرتك في حاجه انا مش واثق منها. طيب فهماني؟ فاحنا الراجل اللي هناك السوري بيبحث بالاليه دي، بيقول موجودين هنا؟ لا الحمد لله مش موجودين، بيكمل المرحله اللي بعديها. اما انا لا قلت لحضرتك خبر ولا اتفقت مع حد على نتيجه ولا خدنا من حد حاجه. استاذه مروه بس انا هستاذن حضرتك ان هي نجدت، هي نجدت سابقة. لا هي كمان كانت بتتواصل مع مؤسسات الدوله، ففي هم بيردوا عليها ولا احنا بنبعت. طيب احنا بس ما تردش علينا او بيردوا بيقولوا احنا فينا مش لاقيينهم. طب احنا حابين بس يكون التعليق يا جماعه بس عشان نكون واضحين، عشان بس خطوط التليفون. اصل انا ما حدش حق الرد مكفول. انا ما يعني ما خدتش قضيه في المكتب لا خالص اطلاقا. احنا اتطوعنا والراجل اللي هناك في سوريا متطوع، ما حدش خد من ليه. يعني استاذه مروه بس عشان ايه احنا في اللي معانا الاستاذ حمدي متعلق على الخط من طنطا. اتفضل يا استاذ عماد. استاذ عماد اتفضل. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام مع حضرتك. اتفضل يا استاذ عماد قول مشكلتك. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا مع حضرتك. ازيك يا حضرتك؟ يا ريت بس توطي صوته تسمعنا من صوت التليفون يا استاذ عماد. ايوه مع حضرتك اتفضل. وعليكم السلام. لو سمحت انا كان عندي اخو كان مسافر سوريا من 2007 مع الشاب اللي هو اللي امه خالد كلمت حضرتك دلوقتي. تمام. ايوه ماشي. ودلوقتي بقى له 6 سنين وحوالي 22 يوم او 23 يوم وما نعرفش عنه اي حاجه. في اي تفاصيل جديده عندكم طيب في الموضوع ده؟ واحنا الخارجيه قابلنا المستشار بدر عبد العاطي وقابلنا السكرتير بتاعه الاستاذ طارق فريد، ما عملناش اي شيء. وكلمت الاستاذ محمد ثروت اللي كان بيقوم باعمال السفير في سوريا، كلمته مرتين ثلاثه ما عملنيش اي شيء. ولفيت الدنيا بحالها في مصر ما حدش عمل لي اي شيء. ماشي حاضر. ويعني ما سبتش حته في مصر قال لي ما رحناها. طيب واخر شيء توصلنا له ان هم قالوا موجودين في سجن فلسطين، وشويه قالوا موجود في سجن صندايا تبع الجناح الاحمر في سوريا. تمام. طيب يا استاذ عماد ان شاء الله باذن الله هي القضيه دلوقتي يعني تكفل بها سياده المستشار والاستاذه اسماء، وهم بداوا فعلا في الاجراءات، واحنا اهوت بنناشد كل المسؤولين والمختصين في هذه القضيه، وان شاء الله باذن الله هتسمعوا اخبار كويسه من سياده المستشار ان شاء الله باذن الله. يعني بنشكر حضرتك. معانا مدام دعاء من القاهره. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. اهلا وسهلا بمعاليك. اتفضلي. الحمد لله. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. انا كنت عملت برضو قبل كده مداخله والله، وكلمت المستشار احمد والاستاذه اسماء، ربنا يا رب يبارك له ان هو يساعدني برضو في موضوع جوزي باذنك انت يا رب. هو ايه بس فكرينا بالموضوع. طيب خالد عيد. خالد عيد ازيك يا مستشار؟ ازي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الله يخليك الله يخليك الله. بس انا كان ماشي سؤال بس لحضرتك كده، يعني انا كنت عايزه اطمن فيه. يعني انت عارف دلوقتي ان الحكم اتامن على جوزي بالظبط. تمام.
فانا يعني احنا دلوقتي ان شاء الله يعني لما نخلص ورقنا ونسفر وهم هناك في السعوديه هياخدوا بالورق دوت وهيفتحوا القضيه تاني الله ولا يدين. بص هقول لحضرتك برضو على حاجه اطمنك، القضاء في السعوديه احنا بنثق فيه جدا وبيثبت الحكم، لان المحكمه العليا هناك بتدرس الدعوه مره واثنين وثلاثه. احنا بنعمل التماس اعاده نظر على اساس ان احنا نفتح الموضوع، لان احنا بدانا فيه متاخر جدا. فان شاء الله باذن الله هيتقبل التماس وهيتعاد النظر فيه وهنثبت براءته بالمجهود اللي بتعمله اسماء معانا واستاذ اسماء اسف. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون معاكم في اقرب وقت ممكن باذن الله. انا بس برضو عايزه اوضح حاجه تاني، اوضح حاجه تاني بس عشان عندنا خطوط. ان نفس التشكيل العصابي اللي ارسل الحبوب المخدره وخبأها في الشحنه اللي متهم فيها عم بليغ حمدي في السعوديه، نفس التشكيل العصابي بعت قبله عم خالد عيد. عم خالد عيد لانه ما بعتش، ما تمش ارسال اي اوراق او اي تحقيقات تفيد ان في عصابه هنا في مصر، للاسف تم الحكم عليه هناك ب 20 سنه. احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا الجديد، عملنا محضر ضد المتهمين، والمفروض دلوقتي بيتعمل تحقيقات مع المتهمين اللي هم موجودين في محبسهم ومتهمين في قضيه عم بليغ، فبيتحقق معاهم كمان في قضيه خالد عشان نبعت الجديد ده اللي هيتعمل بالتماس اعاده نظر ان شاء الله. طيب. ويتم إعادة المحاكمة مرة أخرى بعد ما يوصل الأوراق اللي تثبت إن هو كان حسن النية إن شاء الله. طيب إن شاء الله تفاصيل كتير إن شاء الله يا أستاذة دعاء بإذن الله تسمعيها. طيب معنا محمد حسنين من السعودية، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يسلمك، كيف حالك يا معالي المستشار؟ والله في نعمة الحمد لله يا عم محمد. أستاذ محمد أهلا بيك. الله يخليك. أنا طبعا يا معالي المستشار حضرتك تعلم الموضوع كاملا، محمد حسنين جزان معاك أتكلم. أيوة فندم عارف. تمام. الان احنا عندنا مشكله في افاده صدرت من القنصليه العامه المصريه في جده ووصلت الى وزاره الهجره. الافاده ديت فيها مخالفات كتير جدا للواقع والحقيقه، وانا حاولت اتواصل مع مكتب معالي وزاره الهجره اكثر من مره ولكن ما وصل لا رقم الافاده ولا تاريخها ولا محتواها، والان اصبحت امام افاده غامضه مش عارف ارد عليها تماما. يعني معاليك انا ايه المطلوب مني بقى اللي انا اعمله؟ مش عدت عارف دي احنا مخصصين لك تلت الحلقه يا استاذ محمد النهارده. معانا استاذ محمود ان شاء الله ينضم علينا في اخر الحلقه وباذن الله يتكلم في الموضوع كامل، وباذن الله كل اللي انت عايز تقوله هنقوله، هنناشد معاك، وانا عارف ان انت مجاهد وبتجري ورا حقك ومش هتسيبه، والافاده مش هنظلم فيها حد كبير، هي ممكن يكون حد من الموظفين رد بيها بسرعه، فده ما يعني بنطلب منك العفو فيها ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمد تابعنا في الحلقه، احنا بس بناخد اكبر قدر من المداخلات، وانا باكد احنا بناخد اكبر قدر من المداخلات ان شاء الله باذن الله. طيب عرفه من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل يا استاذ عرفه. ازيك يا استاذه هبه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. بدي اكلم بس الاستاذ احمد والاستاذ اسماء. اتفضل. تحت امرك يا عم عرفه. ازيك يا استاذ عرفه؟ حبيبي يا استاذ احمد ربنا يبارك فيك، ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا عم عرفه. حبيبي والله وحشتنا يا استاذ احمد. والله وانت والله يعني عارف انا بتابع عشان اجي لك بسرعه. ربنا يديك الصحه، والله احنا نفسنا نشوفك تاني باذن الله ان شاء الله، ونبقى بنفرح هناك ان احنا باذن الله راجعين بعطيه باذن الله ان شاء الله. حبيبي والله كنت عنده امبارح والله تمام يعني. طمنا عليه. محمد هو كويس يعني الحمد لله، وانا بطمنه يعني على اللي بيحصل، ومحمد اخويا كان عند المحامي وفهمه يعني وعرفه ان احنا عملنا توكيل وكده، وقال له ما عنديش مانع ان الجماعه يجوا برضه ويساعدوني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني خير، احنا مستنيين بس على ما تتحول زي ما انت عارف. هي تتحول بس واحنا نتعاون مع اي حد عم عرفه، ما فيش مشكله خالص، المهم نثبت براءه عطيه باذن واحد ان شاء الله. استاذ عرفه ما تقلقش يا استاذ عرفه، احنا متابعين مع هيئه التحقيق الاتهاميه، وان شاء الله باذن الله الجديد هيجي لنا قريب، وبلغوني ان في اقرب وقت ان شاء الله يكون في جديد. استاذه اسماء ربنا يبارك فيك ويا رب ان شاء الله. استاذه عرفه ويطمنا عليكم كلكم يا رب ان شاء الله. ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك. طيب ماشي، شكرا يا استاذه عرفه، وان شاء الله باذن الله نطمنك باخبار كويسه. معانا الاستاذ كريم من الجيزه، اتفضل يا استاذ كريم. مساء الخير. مساء الورد لحضرتك، اتفضل. معلش انا اسف اعطلكم، بس انا بس بتصل عشان اشكر سياده المستشار احمد والاستاذه اسماء على البرنامج الجميل الوطني اللي من خلاله بنتابع احوال المشاكل اللي عاملين بالخارج. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، هم في الاستماع ليك. اهلا استاذ كريم، متشكرين ان انت بتتفرج علينا كريم. لا هو برنامج بصراحه فريد من نوعه.
ربنا يا رب يوسع عليك. حاجه كويسه جدا وبيحل مشاكل كتير من اللي عاملين بالخارج. يا رب نكون قدها باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. ربنا يخليك. احنا اللي بنشكر حضرتك. طبعا شكرا للاستاذ كريم، واكيد طبعا زي احنا ما قلنا يعني معاك في الغربه، احنا مش حابين نقوله في برنامج فريد من نوعه، ولكن احنا محتاجين انتوا اللي تقولوا ده وتكونوا شايفين ده ويكون صوتنا وصل ليكم، ونقدر بقدر الامكان نوصل صوتكم ونوصل قضاياكم ونطرحها بشكل اوسع واشمل واعمق، ويكون كل المسؤولين في الاستماع لينا ونتعاون احنا وهم، لان احنا زي ما قلت احنا كلنا بنكمل بعض. معانا مين على الخط؟ طيب ممكن مدام نورة. ماشي مدام نورة منين؟ مدام نورة ماشي مدام نورة من المنصورة، اتفضلي احنا في الاستماع لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا مدام نورة. عليكم السلام. انا مرات معمر القذافي سجين سجن التبوك في السعودية. قضية معمر القذافي صح؟ ايوه. السجين في سجن في السعوديه اعتقد. أيوة. اهلا اتفضلي 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 يا مدام. انا عملت مداخله من قيمه اسبوع مع حضره المستشار استاذه اسماء بخصوص قضيه معمر القذافي. بالظبط. انا جوزي مسجون دلوقتي، دي ثالث سنه، والاستاذه اسماء هي اللي بتجري معايا في القضيه بتاعه جوزي. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، وعملت محاضر كتير والمحاضر دي اتخفضت، وانا بناشد المسؤولين وبناشد الساده وزاره الهجره واستاذ وزير الخارجيه ان هم يساعدوني ووقفوا معايا، ما حدش اثر معايا بصراحه، بس انا ايدي مش قادره اجري ولا قادره اعمل الورق اللازم. الاستاذه اسماء يعني جزاها الله خير بتجري معايا من سيداني، وكنت عايزه اقدم ورق ان جوزي اتفتح قضيته من جديد، لان ما فيش معاه محامي ولا هناك ورق يثبت اي حاجه ان انا بجري في الاوراق دي. فكنت ارجو من سياده المستشار والاستاذه اسماء ان هم يقفوا جنبي ويساعدوني، والمسؤولين والشرطه العسكريه هنا بطلب منها برضو انها تفتح المحاضر اللي هي اتحفظت، وتبعت نيابه قضائيه للسعوديه وتقول لهم ان في اجراءات جديده ماشيه فيها انا والاستاذه اسماء وسياده المستشار، لان انا جوزي مظلوم ومفيش حد واقف جنبي وانا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. يعني احنا طبعا بصي بصي يا استاذه نور، احنا طبعا تحت امرك، احنا جهزنا التماس اعاده نظر، وباذن واحد ان شاء الله يتقدم خلال اليومين الجايين، بحيث ان انتم تحاولوا تفتحوا اي محضر، عشان الالتماس ده لو اتفتح ممكن يتعمل انابه قضائيه. تمام. من غير ما يتفتح هو خلاص الموضوع منتهي وعليه حكم هنا. بس انا عايزه طبعا يعني اتكلم في موضوع مهم جدا جدا، احنا رجعنا تاني لنفس المشكله اللي كانت عند المهندس علي ابو القاسم، لان المحضر بتاع علي ابو القاسم اصلا الاول كان محفوظ، وانا لما رحت لمعالي وزيره الهجره وكان معايا مدام ابتسام زوجة المهندس علي، يعني مشكوره معالي الوزيره، معالي الوزيره تاني يوم على طول راحت للمعالي النائب العام وتم فتح باب التحقيق في المحضر اللي كان محفوظ، وبناء عليه فتح باب التحقيق لما حققوا مع المتهمين تسبب في القبض على اكبر تشكيل عصابي عائلي بمصنع الهيروين، فبالتالي العصابه اللي في مصر هنا لازم تاخد جزائها. اللي ارسل سواء معمر القذافي او خالد عيد او بريخ حمدي او اي حد من السائقين حسن النيه اللي هم رايحين يودوا شحنه بصل او برتقان او فاكهه وما يعرفوش ايه اللي مستخبي في المقطوره او في السياره اللي بيركبوها، لازم ياخدوا جزاءهم هنا. بمعنى لما نعمل محضر هنا في النيابه سواء نيابه طيب. نابرو او اي نيابه بعد اذنك يا دكتوره فضل. يتم التحقيق فيه ما يتحفظش، للاسف النيابه العامه بتحفظه لان الواقعه حدثت خارج البلاد، خارج البلاد، ودي مشكله معايا المستشار المفروض يتكلمنا عنها فيها بالتفصيل قانونيا، لان احنا بنعمل تظلم يا جماعه وبيتحفظ، ولكن والناس دي الناس المتهمين حقيقيين التشكيل العصابي اللي هنا اللي بيرسل السموم والحبوب المخدره للمملكه العربيه السعوديه قاعدين، وبيبعتوا غير معمر وغير بليغ وغير وغيره. لا احنا محتاجين المحضر يتعمل هنا، يتم التحقيق فيه، يتعمل طيب تحريات عن طريق الاداره العامه لمكافحه المخدرات. طب احنا هنشوف الاجراءات دي. تمام اتفضلي. انا بكمل استاذنك لان الموضوع مهم جدا. طيب ماشي. انا هعمل عليه اشاره، قضايا كلها متوقفه على المشكله. طيب. دي انا طب ماشي طب ماشي اخد المداخله. طيب ام محمد ويا ريت بس ام محمد من بني سويف، يا ريت نخلي الرد بعد المداخلات يا جماعه. ماشي تمام يلا اتفضلي يا استاذه ام محمد. طيب. انا بعتذر لحضرتك ان احنا خليناكي على الخط. ازاي بقى ان في صباح. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، اتفضلي. ماشي.
عندي تأمينات مع ابني يعني، وتحوشت علي 24,000. تأمينات؟ ممكن بس لو توضحي لي وتعلي صوتك يا حاجة أم محمد. 24,000 تحوشت علي. كويس. 24,000. 24 قضية حضرتك. طب وضحيها لي بالتفصيل طب عشان نقدر. التأمينات. تأمينات الاجتماعية؟ بتاع الفاس. التأمينات بتاعت ايه بس عشان انا مش حضرتك ابنك عايش بره يا حاجة؟ حضرتك ابنك عايش بره؟ لا فاتح صالون علاج بس هو يعني يعني دكانه كده فجاير يعني مش اللي هو كده. ضرايب ولا تأمينات يا ام؟ عالمة ديونية للضرايب؟ الفلوس اللي بندفعها دي. طيب هتسيبي رقم حضرتك لياسر وتحت امرك. بعد الحلقه اكلمك واعرف ايه مطلوبه تحت امرك. اعتقد يا ام محمد ابنها عليه تامينات او حاجه زي كده قضيه. طيب انا بشكرك يا حاجه. حاضر ماشي. معانا الحاجه عوني من الغربيه. اتفضلي يا حاجه عوني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سعاده المستشار حبيب عم عوني. الله يخليك يا باشا. استاذة اسماء اهلا يا عم عوني ازيك وحشنا. الله يخليك. موضوعنا بتاع سوريا. الله يخليك يا استاذة. والله يا عم عوني احنا طبعا لسه متكلمين في الموضوع ده وقلنا ان المعالي المستشار الاستاذ سحبان في سوريا تواصل هناك ووصل الى انه عرف ان الشباب دول الحمد لله رب العالمين يعني اسمهم ما نزلش في سجل الوفيات وهم عايشين الحمد لله ودلوقتي ماشي في اجراءات بيحاول يعرف هم مسجونين في سجن ايه. واحنا حضرتك بس تابع معانا عم عوني احنا طلبنا امبارح كشف باسم كل واحد تاريخ ميلاده واسم الام بس طلبنا امبارح عايزين يجهز اللي ما بعتهوش يبعت بسرعه على استاذه اسماء عشان نجهز الكشف ده ويوم السبت بالليل نبعته لمعالي المستشار سحبان. انا قلت برضه اقول لك لان حضرتك انت يعني الكبير بتاعنا فاللي ما بعتليش الاسم واسمه الرباعي ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد واسم الام يبعته بسرعه. طيب عشان بس كده نشكر الحاجه عوني. طيب معانا احمد سعد من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ احمد احنا في الاستماع ليك. حضرتك انا دخلت الاسبوع اللي فات مداخله برضه مع الاستاذ في البرنامج ده. تمام. انا طبعا انا اللي اتكلمت عن كفيل ان هو بلغ عني هروب. تمام. انا حاولت اتواصل الاسبوع ده اول في من حوالي 3 ايام مع وزيره الهجره على الواتساب. وزيره الهجره طالعه في التلفزيون بتقول ان هي مسافره اليونان ومش عارف ايه. فانا رد فعلي بسيط على الواتساب بتاعها فبقول لها لو سمحتي بدل ما تروحي لليونان خلي الطياره بدل ما تروح اليونان خليها تروح السعوديه. قامت عامله لي بلوك. طيب معلش بس يا ريت بس ايه يا جماعه انا عارفه ان بيبقى معلش يا سياده المستشار بس اترك لي بس الموضوع معلش. اكيد طبعا كل شخص مسؤول وكل دبلوماسي يا استاذ احمد بيكون لان بس احنا خدنا في هذا العمل السياسي والدبلوماسي ما قفتش ليها في التليفون خالص والله يا فندم. معلش 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 يعني احنا كل التحيه والتقدير ليك طبعا واحنا عارفين ان حضرتك في مشكله جامده جدا بس احنا اهوت على الهواء صدرنا يعني صدرنا رحب وواسع ليك وفي الاستماع ليكم خالص. معلش هي بس معالي الوزير احنا ما نقدرش نقول لها لان بروتوكوليا ده لا يجوز نقدرش نقول لها روحي فين وتعالي منين لان ده سيستم دوله ودي لا انا بقول لها اللي بقول لها يا فندم احنا هنا ناس احنا ناس بنموت بدل ما تروح الطياره مثلا ليك الحق يا فندم ليك الحق حضرتك عدى علينا حل مشاكلنا مش حل مشكله اعمى حل مشاكلنا انا ما قلت حاجه غير كده. نلتمس معلش زي ما بنلتمس لكم العذر نلتمس لمعاليها العذر ونلتمس العذر لكل مسؤول لان هم بيبقى عليهم ضغوطات كبيره جدا بس احنا مع حضرتك احنا وظيفتنا بقى ان احنا نوصل صوتك احنا عاوزين يوصل صوتنا عشان الحقوق واحنا مش طالبين حاجه من حد ولا احنا مش عاوزين حاجه من حد ولا احنا طالبين حسنه احنا طالبين العدل حاضر حاضر يا استاذ احمد ده استاذنك يا استاذ احمد حضرتك مشكلتك مع الكفيل حضرتك رحت مكتب العمل يا مكتب العمل ورفع قضيه عماليه بس ما رفعش طلب انا كنت النهارده مكتب العمل اخر قضيه كانت اخر جلسه كانت عندي من 5 شهور فرحت طبعا فاضل ال 10 ايام عشان يوم 28 اللي هو ال 12 دول يبقى كده 5 شهور فدخلت المحاكمه بتكلم معاه فبقول لي مفيش 5 شهور قلت له حضرتك 5 شهور انت قلت لي تعالى بعد 5 شهور
قلت لها طيب، قلت لي طب اكتب الورقه دي، كتبت لك الورقه دي على الكرسي ده وصورتها له ووريتها له. قلت له كمان حضرتك، قلت لحضرتك هات لي ورقه زي ما انت بتديني بتاعه التاجيل. قال لي لا دي هنبعتها لك على رقم التليفون. فلما انا رديت عليه كده قال لي طب معلش روح للمكتب وشوفها. فلما رحت المكتب هناك فبقول له رقم الجلسه هنا لو سمحت شوفها. قال لي ده ممكن بعد شهر. قلت له طب بعد شهر يعني يوم 19؟ النهارده 19 يعني يوم 19. قال لي والله ما اعرفش. قلت له ازاي ما تعرفش، انت بتقول لي شهر. قال لي، قلت له يعني مثلا 15 يوم ولا حاجه اجي لحضرتك. قال لي اه ممكن. قلت له طيب ماشي. طيب ماشي عشان الوقت بس. ما تمشيش من مكتب العمل غير لما تستلم بموعد جلستك. طيب خلاص. وإلا القضية هتتشتم. هو قال لي جلسة. قال لي جلسة يا فندم. مفيش جلسة في مكتب العمل النهاردة بعد 5 شهور، ما تمشيش، خد ورقة تبليغ. ده كلامه يا فندم، ما رضيش يديني ورق. اطلع لمدير المكتب، اطلع لرئيس الهيئة. هيقول بتعدي عليا يا فندم. لا 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 لا، اطلع لرئيس الهيئة بكل احترام وأدب. قول له أنا مش عارف جلستي إمتى، هيكشف لك في الجدول وهيطلع لك ورقة. طيب استاذ احمد خليك متابع معانا برضك، ربما يكون في يعني خليك. طيب نتواصل خاص مع سياده المستشار. تواصل معايا انا وانا تحت امرك. تمام يعني. استاذ احمد احنا يعني في الاستماع ليك دايما، اتواصل خاص بس مع سياده المستشار. معانا مين؟ ماشي معانا مدام سناء من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا مدام سناء. انا جوزي كده، احنا في بيت جوزي جات قضيه، والبيت ده مش بيتنا، والخبيري مطلع كده ان البيت ده مش بتاع احمد، بس المحكمه حكمت على احمد بالسجن غيابي، واحنا ما نعرفش شيء. واحنا ما الناس بيوت، لان احنا ما لناش اطفال اصلا عشان نبني لهم بيوت. فاحنا عايزين اي حد، ما فيش محامي لنا اي صغرى، ان هو يطلعوا لي من المنطقه دي. طيب تحت امرك، تحت امرك يا ام. سيب الرقم لياسر واكلم حضرتك بعد الحلقه وافهم الموضوع ايه وانا لك. بما ان حضرتك يعني قضيه مش معروضه علينا من قبل كده، مفيش مشكله، احنا بنقبل كل القواضي، مفيش مشكله، ببالنا دايما مفتوحه، خططنا مفتوحه. ماشي، التخصصات بعد التخصصات. ماشي طيب مدام سناء، سيبي رقمك او تواصلي مع الارقام الخاصه للبرنامج. ان شاء الله الاستاذ ياسر هياخد القضيه بتاعتك ويعرضها على سياده المستشار. معانا مين يا استاذ ياسر؟ شفت ان حضرتك استاذه اسماء عندك بعض التعليقات، ممكن عبال ما تيجي مداخلات تانية، بس معلش ممكن حضرتك تكوني بتتكلمي اقطع عليكي، فبس تعتذري عشان الناس زي ما انت شايفه بيبقى في كم هائل من الناس على هو بس تعليقي بس عشان المحاضر اللي بتتعمل بخصوص القضايا دي، والمفروض ان يعني المفروض المحضر يكمل للنهايه ويتم التحقيق مع المتهمين، محضر ما يتحفظش. طيب انا بس ايه رايك يا ست المستشار، وانا عرضت على حضرتك هذه الفكره، ان يكون نخصص في البرنامج يعني فكره او فقره توضيحيه لبعض الاجراءات اللي المفروض يعمل بيها، لان في ناس بتروح. ومعالي المستشار اكيد ليه راي في الناحيه القانونيه، ولكن انا انا بتكلم معاكي بشكل عام. ماشي ماشي، انا ما عنديش مشكله، لان حضرتك بس قبل حضرتك ما تتكلم في رايك، قضيه على ابو القاسم كانت محفوظه. فتحتها لما معالي النائب العام. فتحتها ازاي معالي الوزيره لما راحت لمعالي النائب العام؟ مش معالي الوزيره في الموضوع ده. لا ما احنا يا فندم بعد. لا انت رحت، اصل في موضوعات، في موضوعات انا هقول لحضرتك حاجه. احنا طيب بنروح محمد من الايوبيه، مفيش مشكله، بس طب نرجع نوصل كلامنا، في ناس ما بتقدرش توصل. طب استاذه اسماء انا بعتذر على المقاطعه اكيد طبعا. محمد من الايوبيه اتفضل. مع حضرتك. اتفضل يا فندم، احنا في الاستماع ليك. انا حضرتك اتقبض عليا في قضيه ماليش علاقه بها نهائي، تمام حضرتك؟ القضيه ديت عباره عن اطارات امانه، واحد رافعها عليا وانا ما اعرفش عنها حاجه، وخد حكم غيابي وعمل بعد وعمل ليا محل اقامه في محافظه ثانيه، ولما خدوا الحكم عملوا ليا كمان توكيل مدور مني انا لمحامي، وعملوا معارضه ان في اصبح الحكم نهائي، وجم نفذوا عليا، اتقبض عليا وترحلت. الحكم ده فين؟ في هنا مركز ابو طيش. تمام. اتحولت من كفر شكر لهنا، قعدت 23 يوم ترحيل. اخواتي راحوا للمستشار المحامي العام وخد وقت تنفيذ عقوبه، لان الاخ اللي هو المفروض مجني عليه راح النيابه هناك فابو طيش هنا، وقال في محضر رسمي ان مفيش علاقه ماليه ولا تجاريه بيني وبينه. تمام. تمام حضرتك؟ فبناء عليه صدر وقف تنفيذ عقوبه، الى الان انا مش عارف اخد حكم بالبراءه وانا محول كموظف للمحكمه التاديبيه. تمام. طيب بص بقى،
دي طبعا طب مشكله بس برضو داخليه. الرد يكون بس بعد ما نقفل معاك. هيسيب الرقم طيب بس مع استاذ ياسر وهنتصل عليه. حضرتك وضحت لنا القضيه بشكل مختصر، يا ريت بس تسيب رقمك عشان المكتب يتواصل معاك، وان شاء الله الاستاذه اسماء والسياده المستشار يتولوا الموضوع ونعرف من حضرتك اكتر تفاصيل. ممكن دلوقتي معلش احنا يعني استاذن حضراتكم اولا، بس بعتذر للكم الهائل من الناس المنتظره في الويتنج، يعني طبعا في الانتظار على الاتصالات. احنا هنحاول نخصص اكبر قدر ممكن برضك من الوقت للمداخلات، بس احنا بنعتذر للناس اللي ما حاولتش تتواصل معانا. الخاص موجود، ارقام الهواتف للبرنامج المخصصه ليها موجوده كواتساب، تقدروا تتواصلوا معانا لو في حاله ان انتم ما حسنتش الفرصه ان انتم تتحصلوا على الهواء. احنا في تواصل خاص لاستقبال رسائلكم. ففي نقدر ناخد تاني طيب مداخلات؟ طيب ماشي، معلش عشان الوقت داهمنا احنا هنطلع فاصل سريع، لان ان شاء الله في الفقره القادمه هيكون معانا ضيف هينضم لينا باذن الله للحديث بردك عن العديد من القضايا المهمه، وايضا يكون في وقت لسياده المستشار والاستاذه اسماء للرد على بعض القضايا اللي كانت موجوده معانا في المداخلات. فناخد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم، ابقوا. إبراهيم، اثنان من أبناء الجالية المصرية باليونان أظهر المعدن الحقيقي للمصريين في الشجاعة والمروءة والبطولة، ذلك عندما دخلا وسط ألسنة اللهب الممتدة إلى السماء في الحريق والذي التهم 90% من منازل منطقة نيماكاري بشبه جزيرة أتيكا بأثينا، وأنقذا حياة 73 مواطنا يونانيا ما بين الأطفال والرجال والنساء، ونقلوهم بالمركب الخاص بهم إلى أماكن آمنة. على أثر ذلك قام الرئيس اليوناني بمنحهم الجنسية اليونانية قائلا: أنتم الآن مواطنان يونانيان وأوروبيان أيضا. وبالرغم من ذلك يعيش 6000 صياد مصري باليونان مأساة حقيقية تبدأ من الوسيلة التي تقلهم إلى شواطئ اليونان، حيث أن السماسرة يبيعون المصريين برخص التراب للقبطان اليوناني، وغالبيتهم لا يعملون بمهنة الصيد ولكنهم يمتهنون مهنا أخرى كالبناء والعتالة برواتب زهيدة، ومن يملك تأمينات وأوراقا رسمية لا يعمل أيضا، فالمافيا تتحكم في العمالة هناك والتاجر يأخذ منهم الآلاف لكي يحصلوا على عقد عمل. لم تنتهي مأساة هؤلاء الصيادين إلى هنا، فراتب الصياد كان 1000 يورو والآن أصبح 600 يورو. يتم إلزام الصياد بتحويل أمواله عن طريق التاجر الذي يتحكم في سعر الصرف، ولا يستطيع الصياد الاعتراض وإلا كان مصيره الطرد من العمل، حيث يذهب العامل لليونان وعقده ينص على أن له الحق في تذكرة طيران وسكن، ولكن الحقيقة غير ذلك. كل هذه المشاكل تحدث للصيادين المصريين باليونان بالرغم من مهارة الصياد المصري وقدرته على العمل في ظل أسوأ الظروف وأقل الإمكانات.
مشاهدينا الاعزاء، بجدد التحيه والترحاب بكل متتبعي برنامج معاك في الغربه داخل جمهوريه مصر وخارجها طبعا، وفي كل الوطن العربي وكل اللي بيتابعونا من كل مكان. انضم لينا في هذه الفقره ضيفنا العزيز الاستاذ محمود منصور المهتم بشؤون المصريين في الخارج. برحب بحضرتك، اهلا وسهلا. أهلاً بحضرتك، ضيف عزيز في برنامجنا. حضرتك لديك الكثير والكثير، واهم ثلاث قضايا طبعا هنتكلم عليهم اللي هي قضيه محمد حسنين وقضيه معمر القذافي ومحمد حسين ايضا، ولكن باختصار شديد بس لان احنا يعني الوقت داهمنا، وبقدر المستطاع انا بحاول اعتذر لكل الناس اللي ما دخلتش معانا. ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله يكون ليهم مداخلات، والقضايا اللي ما اتكلمناش فيها ان شاء الله نتكلم فيها الحلقه القادمه. بس قبل ما ابدا مع معاليك يا فندم، في تعليق مهم من سياده المستشار على الحلقه اللي موجوده. اتفضل. الحلقه بتاعت ابو اسلام دي طبعا المصريين في الخارج بيتكتفوا في ان هم بينتصروا لانسانيتهم. تمام، ازاي؟ دي متوليه حاله يتم السداد عنها لسداد الدية عنه. تمام. ابو اسلام كان معانا مداخله تقريبا الحلقه اللي فاتت، وكانت زوجته بتتمنى ان حتى يبتدوا يتسددوا. تمام. لك ان تتخيل ان في ناس من مصر بعتها بتسال على رقم الحساب عشان تبتدي تسدد. طبعا لان احنا كلنا من مصر، مش من العاملين هناك بس. كل مكان. بس يعني العاملين هناك رغم التحدي والظروف اللي بتاعت الاصلاح الاقتصادي ووضعهم الصعب جدا، الا ان هم الحمد لله رب العالمين بيساهموا بصوره كبيره جدا في السداد. وطبعا لقينا على الحاله دي اربع اشخاص، استاذ ياسر بس يوضح لنا الاسامي. تمام. انا مديهم له قبل الحلقه. طيب. استاذه اميره حافظ واستاذ هشام العقبي واستاذ مجدي الاجهوري. تمام. وفي اسم انا اسف طبعا ياسر بس يبلغه لحضرتك. يا ريت يا استاذ ياسر، بس يا استاذ ياسر الاسم الرابع عشان نذكره على الهواء، عشان نشكرهم لهم كل الشكر والتقدير طبعا، وكل المصريين اللي بيحاولوا يقفوا مع بعض في الخارج، واحنا معاكم اكيد في الداخل ايضا. اي اضافه ثانيه يا سياده المستشار؟ لا، ندي بقى فرصه. طيب. ضيفنا العزيز بجد التحيه والترحاب بحضرتك، وتفضل. الله يخليك. تقريبا يعني تعقيبا على الموضوع اللي حضرتك قلت عليه، في رقم بيطلع من المحكمه للتسديد. بالظبط. اللي عايز يتبرع بيتبرع على رقم الحساب مباشر. بالظبط. مش لازم ادي لفلان ولا علان ونخش في قصص. لا لا، الحمد لله هم الناس منزلين رقم الحساب. مش تشكيك في الناس. لا لا لا، هم منزلين رقم الحساب وبيسد عليه على طول. بس في بعض الناس من مصر بعتت قالت لهم احنا مش عارفين نسدد من مصر. بس هو اي عمل من مصر مش عارفين يسددوا. سيد استاذ محمود، او اي عمل جميل يعني، بالطبع حضرتكم عاملين فكره رائعه برنامج معاك في الغربه، لازم اكيد في ناس هتشكك يعني. الشجره المثمره تعودنا دائما. انا بوضح ده عشان ما شاء الله ركوتها بالله. يعني في واحد كويس خمسه قبالوا بيشككوا فيه. طب احنا عايزين نخرج من النقره ديت يعني نفضل الناس ونقدر نخدم الناس. يا رب. بس بالمناسبه في طبعا بالنسبه للناس اللي بتحول من مصر او من خارج السعوديه سواء اي دوله في العالم، ما بيقدرش يحول مباشره على رقم السداد في السعوديه. هو ده اللي حصل. هو بيبعت لحد بيثق فيه اخوه او قريبه وهو بيسدد عن طريق رقم السداد. طرق كتيره والنيه طالما صافيه ربنا هيسهلها. واحنا ان شاء الله هنخصص. وبالمناسبه انا بشكر الدكتوره هاله صلاح وعدد كبير من الشباب المجموعات الخير هناك بيحاولوا برضه حلوا مشاكل كتير، من ضمنها اخر مشكله تامر، الحمد لله رجع مصر. الحمد لله. وشكرا لحضراتكم جميعا. الحمد لله. اتفضل حضرتك. حضراتكم بالنسبه للموضوع اللي اتكلمنا فيه قبل كده وما كملناهوش، موضوع محمد حسن او محمد حسنين الاول. ايوه. بتاع جيزان. سميت الكفيل بتاعه او صاحب المشكله بتاعته بقول جيزان. الراجل ده مشكلته تنحصر في الاتي. نصاب محترف، عمل شركه راح اشتراها من واحد باسم شريك، خد منه ملايين، خلع منه وراح لواحد تاني عشان يخش شريك تالت، واوهم الشريك الاولاني ان هو الشركه بتخسر وانا هبيعها بخساره عشان اجيب لك اسدد ديونك. باع الشركه وخد ملايين تاني من الشريك الثالث بدون ما يسدد الشريك الثاني. هكذا لعبها مع خمس ست افراد. اخر واحد كان الشيخ عبيد في منطقه جازان. الشيخ عبيد ده لما حصل اداله ملايين، مش عارف مبلغها بالظبط يعني، مش حاضر دلوقتي، طلب منه ان هو يصفي الحساب بعد مده. فحب يخلع منه فدبس اخونا محمد ان هو اقتلس 3,042,000 ريال. عملوا قاعده وجاب الشيخ زيد هناك موجود، شيخ المشاريع كان عمل منعم دخل. موجود وعملوا ورق بالاتفاق. طلع بعد منها على طول محمد اشتكى طبعا بسبب توقف راتبه ومعاه اسره ومالوش دخل تاني. اكتشف ان الغول عمل عليه شكوى في الشرطه بالاقتلاس. لما راح محمد اشتكى في مكتب العمل يطالب برواتبه، الشكوى متمشيه على طول اللي هي اتهام محمد بالاقتلاس. بالظبط.
وقفوا دي الحين الفصل في دعوى الاختلاس. اجى بعد كده نقل وقام راح عامل دعوى تانية في النيابه. حصل تحقيقات ومكتب محاسبه عشان الوقت برضه هيقزم علينا. المهم في النهايه طلع براءه، اخذ براءه منه، رجع اشتكى في القضاء السعودي. بقى لنا حاليا بالظبط 48 شهر محمد بدون راتب، بدون دخل، بدون اي شيء تمام، معاه كل ما يثبت براءته. الشركه نفسها، صاحب الشركه نفسها اللي هو ادعى عليه، اللي بقول عليه الغول، راح في تحقيقات تانية تبع وزاره التجاره والزكاه والدخل، قال ان ما عندوش شركه اصلا. بالظبط. طب ما انت هنا شاكي ليه؟ بالظبط. وانت شاكي كمدير شركه، طب هي فين الاوراق بتاعتك؟ فين التعيين بتاعك؟ فين الشركه؟ طب كل دي يعني نقط موجوده في القضيه ما حدش ملتفت لها وما حدش عايز يهتم بها. طيب. تعال الخارجيه ووزاره الهجره بتاعتنا. محمد مشيدهم هناك وهنا في مصر وفي السعوديه، طبعا ما فيش اي كلام، ما فيش اي ردود افعال خالص. في يوم من الايام تواصل معايا احد موظف القنصليه بجد، وقال لي انا رايح بكره واحضر جلسه في جازان. راح حضر فعلا، اكتشفنا يومها انه كان راح الموضوع تاني، فاخذ موضوع محمد على الهامش، ثبت وجوده قدام السعوديين هناك وقدام الشيخ زيد، وقال انا موجود واحضر الجلسه الجايه. طيب. من بعدها طبعا محمد الموظف اختفى تماما. استاذ محمود معلش يعني، لان الاستاذ محمود بردك ايه يعني، استاذ محمد اتصل ووضح لنا، ممكن بردك ننتقل لقضيه معمر القذافي؟ وقبل بس معلش. طيب اتفضل يا فندم. عشان برضو ايه، انا احط نفسي مكان مين؟ مكان اللي بالي بالك. تمام. يوه. هو فعلا استاذ محمد واخد فلوس من الراجل ده مبلغ كبير بجميع الاوراق. محمد ما كانش مسؤول عن تحصيل مبالغ، محمد كانت مهنته يدخل بيانات بس في الشركه. تمام. في محامي طبعا مع استاذ محمد هنا للاسف. محامي سعودي هنجيب بقى، اذا كنا احنا مش لاقيين ناكل للاسف، هو معوش مش قادر اصرف على اربع عيال وعايش بمساعده الاخوه السعوديين. اصل احنا برضه هنا هجيب محامي منين؟ هنا انا عايز برضه اوضح نقطه، احنا بنسكر على الخارجيه والهجره، حضرتك عارف ان هم مش دورهم ان هم يقوموا محامي صح؟ فعلا. واحنا حابين نعمل فقره عشان بس نوضح الادوار، ولكن معانا مستشار المتابعه، مش دور الهجره، دور القنصليه هناك. طيب حضرتك انا كمصري بقى في الغربه والسجان تظلم، مين اللي يجي يطلعني؟ مين اللي يجري عليا؟ محامي. محامي؟ اه. طب والله. والمسؤولين بتوع فين؟ يتابعوا موقفه. يتابعوا لان بيبقى فيه تخصصات متابعه بس. يعني ممكن طب اللي ما معهوش فلوس يجيب محامي ومش لاقي ياكل. طب لا هو يعني في الغربه يا استاذ محمود يعني. لا حضراتكم بقى، انا عايش في المملكه 15 سنه وعارف الكلام. وانا 17 والله عايش. لا 15 وانا 17 عايشهم وعايش الكلام ده مع الناس. بس يا استاذ محمود انا عايز اقول لحضرتك حاجه، القضاء في السعوديه زي القضاء في مصر، لازم محامي حضرتك. طيب القنصليه بتتابع. تتابع معايا حضرتك، تحضر معاك جلسه بس. انا بقول لحضرتك ده واحد اتهمني بالاختلاس على انه مدير الشركه وهو مش مدير شركه. طيب استاذ محمود هي فين الشركه اصلا؟ لازم حد من القنصليه يتابع في مكتب العمل ويتابع معايا. انا كمواطن بقى بتكلم، ما حدش بيهتم بيا، ما حدش معبرني. هنا بقى هنشوف الرد القانوني اللي داخل المملكه. طيب ماشي. احنا هنا معانا سياده المستشار عندك في حاجه ثانيه في محمد حسنين؟ محمد حسنين ده موضوع، ده موضوع ثاني خالص ان شاء الله باذن الله. 48 شهر احنا واثقين عنده اربع اولاد وزوجته موجوده معاه وعايش على يد الناس. بص هو لا السفاره المحتميه ولا اي مسؤول مختص. محمد حسنين خد براءه واثنين وثلاثه واحنا واثقين ناخد لا حاليا وهيحبس الغول محترف. بالظبط. عمال ياجل له الجلسات بتاعته بس، لكن ان شاء الله يوصل براءه ثاني. محمد حسن الحق اللي بيغلب. وانا بالمناسبه بناشد معالي مساعد وزير الخارجيه لشؤون القنصليات السفير ياسر هاشم بالتواصل مع القنصليه بشان مشكله المواطن المصري محمد احمد حسنين في جازان، يتابعوا التحقيقات في المحكمه لان مفيش محامي، واحنا مش بنقول لهم يدافعوا عنه، احنا بنقول متابعه يحضروا مع التحقيقات. ده بعد اذن حضرتك ممثل القانون. انا اتمنى مسؤول من الخارجيه او من الهجره يتفضل معانا على البرنامج ونتناقش في موضوع محمد ويعرفنا هو عمل ايه او الخارجيه عملت ايه او السفاره عملت ايه ونتناقش على الهواء قدامنا. بس انا هقول لحضرتك كل واحد يا ريت نتمنى. انا ليا راي في الموضوع، وفقا للقانون وزاره الهجره ما لهاش او مداخله مع حد في ايه مطلوب منه استاذ محمود. انت كسفاره خارج بلدك انت الاب والام لكل مصر مغترب، دورك تحافظ عليه والمفروض تدور عليه. اللي في السجن تخش عليه جوه اتابعه تجيبه وتشوفه محبوس ليه. ما ده اللي بيحصل. لا لازم والله ده اللي بيحصل. لا ما بيحصلش والله. بيحصل والله ما بيحصل والله. بيحصل صاحبك افتح حلقه بقى مخصوص للمغتربين في الخارج يتصلوا ويعرضوا الكلام ده يشوفوا الكلام ده. صح. طيب للاسف في نقطه مهمه قوي. انا حابه اعتذر محمد حسن. انا حابه اعتذر. دي ده مشكله مهمه جدا واحنا محتاجين حضرتك. اختفى ليه؟ اختفى ليه؟ اختفى ليه؟ قصدك محمد حسن بتاع الاحساء؟ اه. هو اختفى ليه؟ مش اختفى، هو في الحبس حاليا. لا محمد حسن
كل المواقع بتاع التواصل نزلت معانا وانقذوا انقذوا انقذوا، الموضوع اختفى ومره واحده اختفى. ما هو احنا على مواقع التواصل الاجتماعي نقل قوي قوي، يبقى الترند الاول وبعدين نهبط خالص. طب هو الموضوع خلص وبعدين برضك يعني طيب ايه موضوعه بقى؟ موضوع محمد حسن كان شغال مع كفيله سواق متجوز زوجتين، ما علينا بقى من المسميات عشان ما حدش يتهمنا. لا 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 لا, لا 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 قاعد معاه في يوم في المزرعه وراح على اساس انه راح لزوجته التانية. بعد يومين هو نفسه بيسال الزوج اللي هو شغال عندها سواق سواق خاصه في البيت، هو عم فلان فين؟ قالت له لا جاز عنده مراته التانية. خلاص شويه قالوا ده اختفى، هم ما قالوش اختفى، ده قالوا اتقتل واخدوا محمد حققوا معاه. واثبتت التحقيقات ان هو ما قالوش علاقه به ولا باختفائه، وهم سموه قاتل مش اختفاء كمان في الاول. طلع محمد لا 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 مش تحقيقات، هو اتحل المحكمه اصلا. لا في البدايه تحقيقات حالته للمحكمه وبعد كده اخذ براءه. طلع براءه بالظبط، ما انا بقول طلع براءه بالظبط. طلع نزل على الخبر، اشتغل 3 سنين مع راجل سعودي طيب اسمه الشيخ ابراهيم. بعد 3 سنين استدعاه البحث الجنائي بالتليفون. بعد ثلاث سنين فضل متواجد في المملكه العربيه السعوديه طول 3 سنوات. 3 سنين بعد ما اخذ البراءه. تمام، استدعوه في البحث الجنائي، تعالى عايزينك، خدوه على ان هو اللي قتل كفيل. عذبوا محمد، عذبوه داخل البحث الجنائي بشهاده الشيخ ابراهيم ومسؤول تاني معاه من منطقه سعودي نفسه، مش لازم اقول مسماه برضه عشان ما نحرجش حد. تعالى بعد كده بعد ما عذبوه جابوا له 2، المشكله بقى الكارثه جايه معلش. طيب مش اتفضل، جابوا له 2 على انهم مناديب السفاره. وقع يا محمد عشان تطلع وتروح بيتك. محمد وقع على الورقه بدون ما يعرف فيها ايه، اتاري مكتوب فيها اقرار ان محمد اللي قتل كفيل. محمد ما بيعرفش يقرا؟ انت في الوقت ده ومضروب وطالع عينين اللي هناك واللي هنا. بس هل يعقل ان هو يعني مستشار احيانا معاه ممكن ورقه ما حاولش يقراها؟ وهيوقع. طيب ماشي. وكان عنده ثقه في 2 مناديب من السفاره المصريه، مش السفاره تانية من غير مسميات. استاذ محمود، هو هل هم قدروا يلاقوا الجثه اصلا اللي بيحققوا فيها؟ انا جاي لحضرتك، بعد التوقيع اختفوا الاثنين، ما عادش حد عارفهم. بدا يتحول على القضاء عشان احنا يعني حكم بالقصر. طب فين الكفيل؟ طب فين اداه الجريمه؟ طب ايه اللي عايد على محمد لما يقتله؟ طيب يعني انا ما اقتل كفيل، انا كان معاه 10 مليون مختفي. استاذ محمود معلش، انت وصلتوا لايه القضيه دي؟ الاخيره ارجوك باختصار. لا عنده معمر ولا حكم عليه بالاعدام؟ عنده معمر القذافي. طيب ماشي، حكم عليه بالاعدام. طيب ممكن بس احنا كده يا جماعه كل مره يعني ما الناس زعلانه ما بنقدرش نتكلم على حد. طيب ممكن نتكلم على قضيه معمر بس؟ ده احنا كده ما اتكلمناش على محمد حسن كمان. اتفضل اتفضل يا فندم. قول انتوا كده دلوقتي. طب قول يا ريس، ما انت ضيعت دقيقه. هنا بقى بالنسبه لنقط محمد حسن اللي هو مسجون الاحصاء، عايزين نعرف بقى دور السفاره كان فين، وجوز المناديب اللي يجوا يمثلوا السفاره وخشوا عليه في البحث الجنائي. طالما دخلت في البحث الجنائي اذا انت معاك الهويه بتاعتك. صح، جاي من انهي جهه؟ دخلت من اي جهه وسمحوا لك في البحث الجنائي في المملكه ان انت تخش للمتهم، اذا انت مظبوط عنديهم. ليه ما بيطلعوش الحاجات ديت ونعرف الاسماء والسفاره تجيبهم وتعالوا ويحققوا معاهم في الواقعه ديت؟ مفيش حد متكلف بالقضيه دي هناك كمحامي؟ في اكتر من محامي اتكلف في الموضوع. في محامي الاول سعودي طلعوا براءه في الاولانيه، بعد كده في الاستاذ حمدي الهلالي طبعا ما يقدرش يترافق هناك، كان بيكتب مذكرات والتماسات. في حاليا الموجود الاستاذ حجاز السيسي، ولكن في تفاصيل حاليا جديده ما اقدرش اتكلم فيها برضو. يا رب عشان ما ازيش الوالد. يا رب العالمين خليها تعدى على خير. طيب ونشوف ايه اللي طيب ممكن ننتقل بقى لقضيه معمر القذافي. معمر القذافي سواق تريلا مصري. تمام، جم ناس من هنا قالوا له تعالى هنوديك تشتغل دولي. تمام، الراجل حالته الماديه على فكره، انا رحت في بيته وشفت الوضع تحت الصفر بشويه كمان. تمام، لان انا سمعت برضه الاستاذه اسماء كان لها دور كبير في القضيه. هي اللي كانت ماشيه مع زوجته ولفوا كتير صراحه، وانا اسمع انا من قبل ما نتقابل كمان. فعلا الاستاذه اسماء العديد من القضايا صح كده. تمام، ربنا يجزاها خير ان شاء الله. ربنا يخليك بحضرتك اكيد. طلع بالتريلا، اتعمل له تاشيره رقم برقم التريلا اللي طالع بيها والثلاجه او الديل اللي بيقولوا عليه ديل، برقم غير التريلا اللي هو كان راكبها بالفعل. بالظبط. وراجل امي، انا راجل سواق شغال بقى عايز اربي عياله. في جديد في القضيه دي؟ نعم، في جديد في قضيه معمر؟ لا للاسف مفيش جديد. ان شاء الله يبقى فيها جديد زي ما مع بعض. انا جاي لحضرتك، طلع بالتريلا حملهم البصر. انا هسال سؤال بقى لوزاره الخارجيه. أيوة. والداخليه والهجره والجمهوريه والامم المتحده. انا سواق تريلا رايح بحمل، بتحمل لي حموله البصل، هل انا مسؤول ان انا افتح كل شكاره وابص فيها؟
بالظبط، بالذات لو كانت الشكاره دي متخيطه بشكل مصنعي، نفس الخياطه على السارق ان هو انا والبصل ده بتاع التاجر. انا عايزه بقى تمام هنا في الختام، بس عشان بس انا قدامي دقيقه واحده فلازم ألمي فيها كل الخيوط وكل الاوراق اللي موجوده معايا على طاوله الحوار. سياده المستشار، سؤال لحضرتك، ايه الجديد في مفاجاه دوله القانون؟ دوله سريعا. القانون، دوله القانون بسرعه كده، احنا طبعا اساتذتنا اللي علمتنا القانون فهمتنا انها رساله مش لقمه عيش ولا هي مهنه. انا عايز استاذنكم سؤال واحد، اتفضل. القانون المكتوب ولا المفعل؟ لا المكتوب. ما احنا ما نقول حاجه على حاجه، نتمنى من الله ان المكتوب يكون هو المفعل ان شاء الله. ما دي المصيبه اللي احنا عايشينها النهارده استاذ محمود، سبب كوارثنا. ما هو احنا عاملين برنامج تاني في قناه تانيه ساعه عشان نقول للناس خد بالك عشان لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. بالجهل بالقانون، واحنا هيكون معانا فقره خاصه بتوضيح بس عشان انا اتفضل اتفضل. القانون يا بيه الناس اللي عملوا الدستور نفسهم اختلفوا في تفسير بعض النواد. ماليش دعوه، يبقى احنا هنتكلم المواطن. حضرتك النهارده لما الدوله بتختلف احنا في كوارث. احنا هنوضح يا فندم. هو حضرتك ما هو حضرتك عملت الدستور وعندك ماده اختلفت فيها طبعا. طيب انا حابه بس اعتذر، كل مواطن محتاج يدرس القانون، احنا محتاجين عشان ما يقعش ضحيه زي ما عمر قال. اهل القانون يعرفوا القانون يبقى يعرفون القانون. لا اكيد اكيد لا، اهل القانون عارفين القانون. اختلفوا لا اختلفوا في تفسير الدستور قبل كده. تفسير حاجه رئيس، تفسير حاجه وتنفيذ القانون حاجه. معلش يعني حضرتك ولا حضرتك النهارده خارج، لو حضرتك خارج من الاستوديو وعملت مخالفه اتحاسب عليها ولا لا؟ انت بتتكلم على القانون العادي ده معروف. هو ده اللي انا عايز اكلم الناس فيه. انا مالهم الدستور يا عم محمود؟ انت تحبسنا ليه يا جماعه؟ الاجراءات المتابعه. اديني فرصتي عشان اختم. معلش انا اولا لازم اعتذر طبعا لجمهورنا ومتابعينا في كل مكان عن عدم استقبال الكم الهائل من المداخلات اللي احنا ما قدرناش ناخدوها. انا بعتذر لحضراتكم، ان شاء الله باذن الله التواصل هيكون على الخاص سواء الاستاذه اسماء او سياده المستشار. انتظروا دوله القانون برنامج جديد خاص بسياده المستشار ان شاء الله قريبا. حابه اشكر الاستاذ محمود، كان ضيف معانا ومهتم بشؤون المصريين في الخارج. القضايا اللي ما تكلمناش فيها حنتناولها ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه. بشكر كل الكرو، كل الزملاء اللي كانوا موجودين معانا وضيوفي طبعا سياده المستشار والاستاذه اسماء وسيد محمود. شكرا لكم جمهورنا العزيز، نلتقي الخميس القادم في نفس الموعد باذن الله. تقبلوا تحياتي، الى اللقاء.